هنتكلم ان في عندنا حاجة اسمها الفورير سيريز continuous time فورير سيريز، وان الكونتينوس تايم فورير سيريز دي تشتغل لما تكون السيجنال اكس اوف تي اخبارها ايه، تكون continuous في التايم وتكون periodic، ويكون ليها period بتي وليها fundamental frequency 2 باي على تي. لو ال x of t بتحقق الشروط دي فالفوريير بيقول نقدر نكتب x of t ك summation of x of k، ده شوية coefficients يسميناهم الفوريير series coefficient في e اس جي k اوميجا نود t، والk بترن من ناقص ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. واتفقنا ان المعادلة دي معناها ان السبيكترم بتاعنا بيبقى فيه positive و negative frequencies، والfrequencies دي اللي هي 0 و k اوميجا نود و 2 اوميجا نود و 3 اوميجا نود و 4 اوميجا نود، ان الfrequencies دي discrete مش كل الfrequencies مسموح بيها. بدأنا نشوف ان ال x of k هو الوزن بتاع ال frequency، يعني x of 0 x capital of 0 ده الوزن بتاع ال dc، x capital of 1 ده الوزن بتاع ال frequency omega node وهكذا، و x of minus 1 هو الوزن بتاع ال frequency ناقص omega node وهكذا. اتفقنا ان x of k in general بتبقى complex فبرسم magnitude و phase، واللي برسمه ده اسمه spectrum بتاع السيجنال، وده بيقول لي ايه هي الفريكونسيز الموجودة وقد ايه الفريكونسيز دي مهمة. واتفقنا المحاضرة اللي فاتت ان الفانكشنز e اس جي كي اوميجا نوت تي اللي هم الكومبلكس اكسبوننشالز دول اورثوجونال على بعض، وان الاورثوجوناليتي قلنا لو احنا عايزين نجيب x of k يبقى هضرب x of t في الكومبلكس اكسبوننشال دي بس اخد لها كونجوجيت يبقى اس ناقص جي كي اوميجا نوت تي، واعمل تكامل للكلام ده على 1 سايكل دي تي واقسم على طول السايكل فيطلع هو دوت اكس اوف كي. وده يمكن فهمناه في اطار الاورثوجوناليتي ان كل الكومبلكس اكسبوننشالز دول اورثوجونال على بعض. والسؤال اللي ممكن يجي لنا ازاي، هقول لك ادي اكس اوف تي هات لي السبيكترم بتاعها، وعملنا المحاضره اللي فاتت سؤالين على الموضوع ده، ان بدي لك سيجنال اكس اوف تي وبطلب تجيب لي السبيكترم بتاعها. النهارده هنكمل ونشوف افكار اخرى. لو انا اديت لك السبيكترم، اديت لك اكس اوف كي يعني، وطلبت منك تجيب اكس اوف تي. طيب نشوف مع بعض الاكزامبل دوت. بيقول لك determine ال continuous time Fourier series coefficient بتاع السيجنال دي، x of t تساوي 3 كوزاين باي على 2 t زائد باي على 4. خلينا كده نشوف ده نحله ازاي السؤال. حد كده بقى يساعدني. اول سؤال، هل x of t continuous time؟ دكتور. continuous time عشان function في t. هل هي periodic؟ periodic ايوه. عشان اسمها cosine، ممتاز periodic. ليها frequency بكام؟ باي اوفر 2 بالظبط، باي اوفر 2. احنا عارفين كويس ان الشكل العام للكوزاين هي بتبقى كوزاين اوميجا نود تي زائد فاي، مش كده؟ فواضح من هنا ان الاوميجا نود هي الباي باي 2 دي، صح كده؟ فادي الفريكونسي بتاعتنا. يبقى عشان نجيب اكس اوف كي نعمل ايه؟ واحد على تي على انتجريشن تكامل على 1 سايكل x of t في e اس ناقص j k اوميجا نوت تي دي تي. كويس. طب هو ايه الاوبجيكتيف بتاع المعادله دي؟ الفكره ان الفورير سيريز بنجيب الكوفيشنت دي علشان
نعمل كده اصلا علشان نعرف نكتب x of t ك summation على k الناقص من النهاية إلى ما النهاية x of k في e اس g k اوميجا نود t صح كده؟ ده الأوبجيكتيف يعني أنا نكتب x of t ك summation وعشان أحسب ال x of k هكتب المعادلة تتفقوا معايا في الكلام دوت؟ تمام طيب طبعا اوميجا نود هي 2 باي على t نود او t فيبقى t بتاعتنا بكام دلوقتي؟ باربعة صح كده؟ مظبوط يا دكتور مظبوط يبقى التكامل بتاعنا ربع كما على 1 سايكل من صفر لحد 4 3 تطلع بره و 3 ده كونستنت وعندك هنا كوزاين باي على 2 في تي زائد باي على 4 في اي اس ناقص جي كي اوميجا نود تي دي تي يا ترى التكامل ده نحسبه ازاي؟ الكوزاين في الاكسبوننشال اتفضل يا جماعه نحول الكوزاين بأويلر ونعمل ملتيبليكيشن ونعمل انتجريشن ممتاز يبقى الكوزاين هي نص اي اس جي باي على 2 تي اي اس جي باي على 4 زائد اي اس ناقص جي باي على 2 تي اي اس ناقص جي باي على 4 في اس ناقص جي كي اوميجا نوت تي دي تي وتضرب الترم الاولاني ده في الترم ده وتحسب التكامل هيطلع تكامل طويل قوي على فكره هيطلع تكامل طويل جدا هل في حل اخر غير السكه ديت؟ دكتور لو سمحت اتفضلي يا باشمهندس ماشي بس ممكن حضرتك تعيد السلايد دي تاني عشان النت قطع عندي فيها ما سمعتش حاجه كويس حاضر مفيش مشكله احنا دلوقتي كنا عايزين جالنا السؤال بتاعنا ان determine the continuous Fourier series coefficient بتاع السيجنال دي 3 كوزاين باي على 2 تي زائد باي على 4 فالمطلوب ان احنا نكتب x of t نجيب لها الفورير سيريز بتاعها فاول سؤال هل x of t دي continuous في التايم ولا مش continuous في التايم؟ بالظبط continuous في التايم هل هي بتتكرر ولا ما بتتكررش؟ بتتكرر بالظبط لان هي كوزاين حلو خالص وليها frequency بكام؟ احنا عارفين ان الشكل العام هو كوزاين اوميجا في t مش كده؟ زائد فاي يبقى كم الاوميجا هنا بكام؟ باي على 2 بالظبط فالاوميجا نقول هي باي على 2 اللي هي 2 باي على البيريود يبقى البيريود باربعة معايا لحد كده؟ تمام يبقى انا اقدر اكتب اكس اوف تي باستخدام الفورير سيريز انا هكتبها ازاي؟ سميشن على كي من ناقص ما نهاية الى ما نهاية اكس اوف كي في اس جي كي اوميجا نوت تي يبقى انا اقدر اكتب x of t باستخدام الفورير سيريز كويس طب نجيب x of k ازاي؟ المعادله بتاعتنا x of k بتساوي 1 على البيريود تكامل على 1 بيريود x of t e اس ناقص g k اوميجا نوت t دي تي اللي هو بسبب الاورثوجوناليتي ضربت الاكسبريشن اللي فوق ده كله في الكونجوجيت بتاع الكومبلكس اكسبوننشال اللي انا عايزها فعشان اجيب x of k هضرب في e اس ناقص j k اوميجا نوت تي تي واحسب التكامل. فالسايكل 1 على 4 فادي 1 على 4 بره والفانكشن نفسها 3 كوزاين فال 3 طلعت بره فبقى عندنا تكامل من 0 لحد 4 اللي هو على 1 سايكل يعني كوزاين باي على 2 تي زائد باي على 4 في e اس ناقص j k اوميجا نوت تي. هل انت معايا لحد الخطوه دي ولا في حاجه غامضه؟ تمام بعد كده عشان نحل التكامل دوت هنفك الكوزاين انا عايز اكمل كوزاين في اكسبوننشال فهستخدم اويلر ايكويشن وافك الكوزاين اي اس جي زائد اي اس ناقص جي
احنا عارفين ان كوزين سيتا هو اي اس جي سيتا زائد اي اس ناقص جي سيتا. بس فانا قلت اي اس جي باي على 2 تي في اي اس جي باي على 4 ادي كده اي اس جي سيتا وادي اي اس ناقص جي سيتا. بس هيتضرب في الاكسبوننشال اللي غير دوت ونعمل التكامل. فهل الخطوه دي واضحه ولا مش واضحه؟ تمام. وهنكمل بقى السكه دي، السكه دي طويله شويه هتوصل لحل يعني بس طويله قوي. لكن في الحقيقه لما بيكون عندنا الفانكشنز شكلها كوزاين او ساين دايما بيكون في حل اسهل بكتير من السكه الطويله قوي دي. وده كان السؤال بتاعي، هل يا ترى في حل اخر ولا مفيش؟ حد كده يفكر معايا، هل في سكه تانيه نمشي فيها نجيب منها اكس اوف كي؟ طيب خلينا نعمل حاجتين. اول حاجه ادي الفانكشن بتاعتنا، وخليني نفكها مع بعض باستخدام اويلر ايكويشن. يبقى الاكس اوف تي بتساوي كام باستخدام اويلر ايكويشن؟ تساوي 3 على 2 في اي اس جي باي على 2 تي اي اس جي باي على 4. هو هنا انا بس فكيت هو المفروض اي اس جي باي على 2 تي زائد باي على 4، هفكها الترمين مضروب في بعض كده. هل دي واضحه ولا اكتبها بالتفصيل اكتر؟ واضحه يا دكتور. واضحه تمام. زائد اي اس ناقص جي باي على 2 تي في اي اس ناقص جي باي على 4. فكده باستخدام اويلر ايكويشن ادي الكوزاين بتاعتنا مظبوط. طيب واحنا اصلا هدفنا في الفوريير سيريس نعمل ايه؟ نكتب اكس اوف تي بالمنظر دوت اللي هي المعادله اللي بالاحمر دي. يعني انا اصلا هدفي اكتب اكس اوف تي بالمنظر ده. طب ما تيجوا كده نفك المعادله اللي بالاحمر دي مع بعض ونشوف تطلع بايه. حط كده كيب صفر يبقى عندك اكس اوف زيرو اي اس جي زيرو زائد x of 1 في e اس جي اوميجا نوتي زائد x of 2 e اس جي 2 اوميجا نوتي وهكذا لحد ما انهي. والارقام اللي لما كيب النيجاتيف يبقى x of نيجاتيف 1 e اس ناقص جي اوميجا نوتي زائد x of minus 2 e اس ناقص j 2 اوميجا نو تي وهكذا. صح كده يا شباب معايا ولا ايه؟ تمام يا دكتور. ممتاز. طيب اسالكم بقى سؤال، هو بكام اوميجا نو عندنا؟ باي على 2. باي على 2 حلو قوي. يبقى انا قارن بقى لو سمحت الترم اللي فوق ده هل في حاجة تشبه له في المعادلة اللي تحت ولا مفيش؟ مفيش. لا في في اللي هو الاكس 1 اس جي اوميجا نوت تي على اعتبار ان اوميجا نوت هي باي على 2 صح كده. يبقى كلمه الترم اللي فوق ده هو اي اس جي اوميجا نوت تي اللي هو زيه زي ده صح كده يا شباب. يبقى كلمه الترم الهايلايتد بالاخضر ده هو بالظبط اللي تحت لان اوميجا نوت هي باي على 2. طيب الترم الهايلايتد بالازرق ده هل يا ترى في حاجه زيه تحت ولا مفيش؟ في اللي هو مين اي اس ناقص جي اوميجا بتاعت ناقص واحد. تمام ممتاز. يبقى دلوقتي ما مش محتاج اعمل التكامل الطويل قوي ده اللي هيقعد مننا ساعه لحد ما نعمله. انا مجرد بالمقارنه باي كومباريزون انا فكيت الكوزاين باستخدام اويلر ايكويشن، وانا عارف ان الهدف النهائي ان اكتب اكس اوف تي هو السميشن ده.
وبالمقارنة by comparison كده حد بقى يساعدني بيقول لي يبقى x1 بكام؟ قطع على 2 e j مظبوط بقى على 2 3 على 2 e اس j باي على 4 ممتاز. وكام x of negative 1؟ قطع على 2 برضه قطع على 2 بس e اس negative j باي على 4. طب وبكام x of k الباقيين كلهم بقى x of 0 و x of 2 وناقص 2 و 3 وناقص 3 تساوي كام؟ 0 بالظبط وان هم مش موجودين فقيامهم بصفار. يبقى x of k 0 for k لا تساوي الواحد او الناقص 1. يبقى لو k تساوي الواحد قيمتها تلاتة و x of 1 تلاتة على 2 يوس جي باي على 4 و x of ناقص 1 تلاتة على 2 يوس ناقص جي باي على 4 otherwise ال k بصفر ال x of k بصفر. وهو دوت الحل بتاع السؤال طلع في سطرين بالظبط غير اخر خطوة. طيب اخر خطوة خالص ليه كتبناها كده اللي هي السطر الاخير ولا الاسود ده كله وبالاسود ده كله؟ لا السطر اللي قبل الاخير اللي هو بالاسود كله. تمام طيب خلينا نعمل كده ونشوف. مش انت x of t هي الكوزاين دي صح كده؟ والكوزاين دي نعرف نفكها بأويلر إيكويشن تبقى 3 على 2 e اس جي e اس جي مش كده؟ السطر ده فاهمه؟ تمام اه تمام حلو قوي. و x of t continuous time و periodic فأقدر أكتبها باستخدام الفورير سيريس إن هي summation على k من ناقص من نهاية من نهاية x of k في الإكسبوننشال ده مش كده؟ تمام وفكرها تحت لحد هنا المعادلات دي واضحة؟ اه تمام كويس. ما هي x of t ديت هي نفسها x of t اللي تحت يعني دي هي دي مش كده؟ اه كويس. قارن بقى الاكسبريشن اللي بالاسود مع الاكسبريشن اللي بالاحمر تحت و keep in mind ان الاوميجا نود هي باي على 2 ففي 2 ترمز بس اللي هناخدهم بالظبط. الترم اللي هايلايتد بالاخضر دوت هو اي اس جي اوميجا نوت تي وهنا زيهم. والترم اللي هايلايتد بالازرق هو اي اس ناقص جي اوميجا نوت تي زي ده تمام وبس. مفيش فوق ترمات اسمها اي اس جي 2 اوميجا نوت تي ولا اي اس ناقص جي 2 اوميجا نوت تي ولا 3 اوميجا نوت ولا ناقص 3 اوميجا نوت مش كده؟ كل ده مش موجود تمام. يبقى دلوقتي ولا x of 0 تمام. يبقى دلوقتي لما احب اكتب x of k اكتبها ازاي؟ يبقى انا هقول كده x of k تساوي 0 for all k except k تساوي 1 وتساوي ناقص 1. ليه؟ لان x of 1 تساوي كام؟ هتقارن كده ادي الاكسبوننشال ده هو اللي فوق يبقى الرقم اللي جنبه هو x of 1 بكام الرقم اللي جنبه هنا؟ 3 over 2 e power j pi over 4 ممتاز. وكذلك x of negative 1 يبقى هو الرقم اللي جنب e اس ناقص j اوميجا نوت e هو ده x of negative 1 اللي هو بيساوي كام؟ 3 على 2 e to the negative j pi by 4. تمام شكرا. تمام اتفضل يا باشمهندس. هو الفيزيك انت مش هتكتبه؟ هو ده كله بصفار عشان الاكسبريمنت الباقي كله بصفار لان فوق الاكسبريشن بتاع x of t ما فيهوش غير الترمين بس. هنا الموضوع ملوش دعوه بالاورثوجوناليتي. هنا الموضوع ببساطه ان الكوزاين هي فيها ترمين، أول ترم اللي هو إي أس جي أوميجا نوت تي، والترم التاني إي أس ناقص جي أوميجا نوت تي. Which makes sense، إن إحنا عارفين إن الكوزاين هي سنجل فريكونسي، مش كده؟ يعني الكوزاين والساين هي عبارة عن سنجل فريكونسي. فلما أقول كوزاين أوميجا نوت تي، يبقى فعلاً هي فيها سنجل فريكونسي اللي هي إي أس جي أوميجا نوت تي، وإي أس ناقص جي أوميجا نوت تي. ما تتوقعش انك تشوف فيها دي سي، الكوزاين الدي سي بتاعها بصفر. ما تتوقعش انك تشوف فيها 2 اوميجا نود،
صح كده او 3 اوميجا نود، ما هي سنجل فريكوينسيز. تمام دكتور. ايه اتفضل يا باشمهندس. والفيز مش هنكتبه الايه يا فندم؟ الفيز. الفيز بتاع ايه؟ اللي هو اي باور في جي باي اوفر 4. هو مكتوب اهو يا فندم، يعني اكس اوف 1 هي 3 على 2 ومعها الفيز اي اس جي باي على 4. تمام ماشي. والاكس اوف نيجاتيف 1 3 على 2 اي اس ناقص جي باي على 4. تمام؟ تمام شكرا. شكرا يا باشمهندس. اي اسئله اخرى يا شباب؟ تمام. يبقى دلوقتي كان في حل اولاني ممكن نمشي وراه اللي هو الستريت فورورد، اللي هو مش ستريت فورورد، اللي هو الحل الايه الطبيعي، اللي هو هتمسك اكس اوف تي في الاي اس ناقص جي كي وتقعد تكامل، يطلع تكامل طويل قوي على فكره. الحل الثاني ناخد بالنا ان الكوزاين تتفك بأولر ايكويشن بالمنظر ده، والاكس اوف تي هي شويه اكسبوننشال، فلما افك الكوزاين بأولر هي شويه اكسبوننشالز مجموعه على بعض، وبالتالي ابقى جبت اكس اوف كي على طول رايت اوي. خلينا بقى نحاول نرسم الاكسبكترم ده ونشوف شكله يبقى عامل ازاي. يبقى الاسبكترم بتاعنا اخباره ايه؟ احنا متفقين من زمان ان الاسبكترم بيطلع ديسكريت وموجود عند فريكوانسيز اوميجا نود وناقص اوميجا نود و2 اوميجا نود وناقص 2 اوميجا نود وهكذا. يبقى دلوقتي السيجنال دي كل الاسبكترم بتاعها بصفر، كل اكس اوف كي بصفر ما عدا عند الواحد والناقص واحد. عند الواحد هنرسم طبعا ماجنتيود اكس اوف كي لان هنا الاكس اوف كي كومبلكس، فعند الواحد القيمة بكام؟ لو عند اوميجا نود يعني 3 على 2، وعند الناقص 1 اللي هي ناقص اوميجا نود برضه ب 3 على 2، ده الماجنتيود. طب بالنسبة للفيز ايه الأخبار؟ بالنسبة للفيز بتاع اكس اوف كي طبعا بقية الكوفيشنز كلها بصفار، وده منطقي لان احنا عارفين كويس ان الكوزاين هي فيها سنجل فريكونسي، ولما تكتبها بأويلر اللي هم يطلعوا الفريكونسيز البوزيتيف والنيجاتيف اوميجا نود وناقص اوميجا نود. كويس. طيب الفيز عامل ازاي؟ الفيز عند الواحد بكام يا شباب؟ باي على الاربعة. ممتاز، بتاعي على الأربعة. فالفيز عند الواحد يطلع باي على أربعة، والفيز عند الناقص واحد يطلع بكام؟ نيجاتيف باي على الأربعة. بالظبط، نيجاتيف باي باي فور، وبقية الفيزز كلها بصفار. وده كده الاسبكترم بتاع الكوزاين، ودي حاجه متوقعه ان هما فعلا هي سنجل فريكوانسي فيطلع اوميجا نود وناقص اوميجا نود وبس. ممكن انتوا بقى تعيدوا نفس المساله على الساين ويف، برضه الساين هي سنجل فريكوانسي، وطلعوا الماجنتيود سبكترم بكام والفيز سبكترم بكام وشوفوا ايه الفرق ما بينهم. اي اسئله يا شباب في الدرب شمس؟ هو احنا قلنا ان في طريقتين نحلها لو هي كانت ساينوسويدال، يعني ساين او كوزين، او الطريقتين دول ينفعوا مع اي حاجه ولا بس عشان احنا بنعرف نفك الساين والكوزين بأويلر فممكن نستخدم الطريقه الثانيه، لكن لو حاجه ثانيه لازم نضطر نستخدم التكامل. كلام مظبوط 100%. انا ما اقدرش اعمل الكلام دوت غير مع الساين والكوزين، لان الساين والكوزين هم الوحيدين اللي بيتفكوا بأويلر لاكسبوننشال اي اس جي اي اس ناقص جي. دكتور وبعد اذنك هي مش لو سنه ثانيه هضطر ان انا اكملها للاخر يعني؟
بالظبط. لو حاجة تانية هنضطر نعمل التكامل عادي. تمام. تمام شكرا. حد شكرا يا باشمهندس. حد كان بيسأل في حاجة تانية؟ أنا بقولها لو ما كانتش سنة وكوزينة مش تبقى بيريودك صح ولا إيه؟ لا ما ممكن تبقى بيريودك يعني أنت دلوقتي لو عندك زي الإكزامبلز اللي فاتت كلها الإكسبوننشال اللي كان بيتكرر دوت المسألة دي ودي بيريودك ما هيش ساين وكوزين. تمام. طيب تعمل التكامل في الحالة دي. دكتور ممكن حضرتك تقول بس سريعا معلومه ان انا افك الساين لاويلر يعني انا خلاص دلوقتي عرفت مع حضرتك وحفظت ازاي ان انا افك الكوساين باويلر ممكن حضرتك تقول الساين ماشي هي مش حاجه فك نفسها بس ماشي ساين اوميجا تي بلس فاي واحد على 2 جي اي اس جي اوميجا تي بلس فاي ناقص اي اس ناقص جي اوميجا تي بلس فاي فلما تيجي تعملها هتبقى واحد على 2 جي اي اس جي اوميجا تي اي اس جي فاي ناقص اي اس ناقص جي اوميجا تي اي اس ناقص جي فاي فلما تيجي تجيب الماجنتيود يعني ادي كده ادي كده الترم اللي يخص الاي اس جي اوميجا تي وادي الترم اللي يخص اي اس ناقص جي اوميجا تي يبقى الكونستنت اللي قصاده هنا هو 1 على 2 جي اي اس جي فاي الكونستنت اللي قصاده هنا ناقص 1 على 2 جي اي اس ناقص جي فاي وتاخد بالك ان الجي بتعمل فيز 90 درجه فانت لو بتحسب الفيز زي المساله اللي فاتت هتلاقي فيه باي على 2 مجموعه بس وفيها طبعا الاشاره تعمل فيز 180 كمان فبي كيرفول بس مع الفيز ان هنا في حاله الساين الجي تعمل فيز 90 هي قصدي تطلع فوق بناقص 90 والناقص تعمل 180 معايا ولا ايه؟ مش معايا صح؟ اه حضرتك طيب خلينا اكتبها تاني يبقى الكلام ده يساوي معلش نكتبها بالتفصيل شويه نص الجي تطلع فوق بناقص جي مش كده؟ والناقص جي اللي هو فيز ناقص 90 اللي هي اي اوز نيجاتيف جي باي باي 2 اي اس جي اوميجا تي اي اس جي فاي والناقص هكتبها زائد اي اس جي باي اي اس جي ناقص اوميجا تي اي اس ناقص جي فاي فيبقى عندك نص واول ترم بقى هيبقى اي اس جي اوميجا تي اي اس جي فاي ناقص باي على 2 فيبقى الفيز بتاع اول ترم هينقص باي على 2 بسبب الواحد على جي زائد اي اس ناقص جي اوميجا تي وهنا هيبقى عندك اي اس ناقص جي فاي ناقص باي وفي عندك بره زائد باي على 2 فهنا بس الفيز هيختلف سنه اتنين اللي في جي وفي اشاره جنب الترم التاني واضحه كده؟ تمام شكرا يا دكتور هو انا حولت ازاي واحد على جي بقت اويل يعني بقت اي اس ناقص جي باي على 2 مش هو واحد على جي تساوي ناقص جي ناقص جي هيصيرها تحت هنا كده صح يعني ايوه لو يبقى كأنه فيكتور طول واحد وعامل زي ناقص باي على 2 مش كده ولو فكتيها كوزاين زائد جي ساين كوزاين باي على 2 بصفر وساين باي على 2 بواحد مع الناقص يبقى ناقص جي يعني انا حولتها الاول كوزاين وساين بعد كده حولتها باويلر
لا لا هو انت هو فيكتور في الاخر ناقص جي، فانت هتكتبيه كده هو اي اس ناقص جي والزاويه بتاعته. يعني بس موضوع الكوزاين والساين جاست تو فيريفاي ان احنا عملنا صح يعني، او فيريفاي ان احنا ماشيين مظبوط. فاهماني؟ يعني انت لو كتبتي دبل كوزاين والساين هيديكي ناقص جي، لكن هو في ان جنرال اي كومبلكس نمبر هتحطيه في الكومبلكس دومين تشوفي ليه ماجنتيود بكام وعامل زاويه بكام وتكتبيه ماجنتيود يو اس جي الفيز دوت. تمام. ايوه تمام شكرا. ونفس الكلام عن النيجاتيف يا دكتور اللي قبل الايوس نيجاتيف تي اوميجا تي. بالظبط، لان النيجاتيف في الاخر هو فيكتور طول واحد وعامل زاويه باي، مش كده؟ يعني انت لما تبص على الناقص واحد، الناقص واحد هو فيكتور طول واحد وعامل زاويه باي او ناقص باي، يعني هو ايوس جي باي اللي هو لو فكيته هيطلع كوزاين باي بناقص واحد وساين باي بصفر. مثلا شكرا لك. شكرا. أي أسئلة يا شباب؟ هو حضرتك عمل الـ presentation على الأوميجا ومش كنا بنعمله على الكي؟ ماشي، ما هو في الآخر في الـ في الـ discrete Fourier، في الأسف في الـ continuous time Fourier series الـ omega will be replaced by k omega mode، فهي هي يعني أنت في كل المعادلات دي هتشيل الـ omega حط مكانها k omega mode، يعني بدل ما كانت continuous variable بقت discrete variable. يعني الأوميجا continuous frequency لكن K أوميجا نود بقت discrete frequency، فأنت you will replace every أوميجا by K أوميجا نود يعني. تمام. أي أسئلة يا شباب؟ تمام. طيب فأدي الحل بتاعنا، احنا فكينا X of T بدلالة الفورير سيريز، وبعد كده قارنا الكوزاين فكناها بأولى وقارنا فطلعنا x of 1 و x of negative 1، وآدي x of k بتاعتنا لما الكيب 1 هي 3 على 2 e وس j pi by 4، ولما الكيب ناقص 1 3 على 2 e to the negative j pi by 4 و 0 otherwise، المنظر ده جبناه خلاص. وآدي الرسمة، آدي الماجنتيود عند الواحد والناقص 1 هما 3 على 2، والفيز باي باي 4 وناقص باي باي 4. كويس. في التكست بوك اللي احنا شغالين منه هنلاقي فيه مسائل كتير قوي محلوله بالفاينل انسر، فانكارج يو انتوا تبصوا عليه. التكست بوك بتاعنا ما اعرفش انا قلت لكم اسمه ولا لا، هو اسمه سيجنالز اند سيستمز. المؤلف بتاعه اسمه هايكن، كتاب مشهور قوي، وهتلاقي فيه أسئلة كتير قوي محلولة بالتفصيل أو بالفاينل أنسر على الأقل. فهيبقى أنت بتذاكر حاول تبص على الكتاب دوت، بص على المسائل المحلولة اللي فيه، أنا باخد معظم المسائل بتاعتي منه، وهتلاقي فيه مسائل أخرى زيادة عن اللي أنا حطيتها في السلايدز إما محلولة بالتفصيل أو معاها الفاينل أنسر فقط، فـ you can solve and check your answers. طيب نخش على الاكزامبل اللي بعد كده. ده اكزامبل هو بسيط لكن محتاج تركيز شويه، فارجو انتوا تركزوا معايا. بيقول لك ايه بقى الاكزامبل دوت؟ بيقول لك find time domain signal x of t. يعني الامثله اللي فاتت كلها كان مدينا x of t given والمطلوب x of k اللي هو السبيكترم. هنا هو عامل العكس، بيقول لك determine x of t hat x of t اللي بتcorrespond للفورير سيريز كوفيشنت دول. يبقى الاسئله اللي فاتت كلها كنت بديك x of t وبطلب منك x of k، النهارده انا مدي لك x of k وطالب منك ايه؟ x of t. بيقول لك assume ان الفاندمنتال فريكوانسي اي ان الفاندمنتال سايد كابيتال بتساوي 2، t كابيتال تساوي 2. يبقى دلوقتي هو مدينا x of k وبيقول لنا ان الفاندمنتال بيريود بتاعتنا ب 2، مش كده؟ تمام. يبقى بالتالي الاوميجا نود بكام يا شباب؟ 2 باي على 2 يعني بالظبط 2 باي على 2 اللي هي تساوي الباي. كويس، ومديني x of k، يبقى انا دلوقتي اجيب x of t ازاي؟
x of t هي summation على k ناقص ما نهاية إلى ما نهاية x of k في e أس j k أوميجا نود t صح كده؟ بدي فنشو بتاع x of t فأنا هحط x of k جوه summation ده وحاول أحسبه ويطلع الكلام بيساوي هي مسألة طويلة شوية بس عايزكم تركزوا معي ما تزهوش يعني ناقص ما نهاية ما نهاية x of k هو نص نص مودولس k وهجمع بقى ال e اس جي k باي على 20 دي مع ديت مع بعض يبقى e اس جي k اوميجا نود زائد باي على 20 طبعا هنا الاوميجا نود مضروبة في t زائد باي على 20 هل كده حضراتكم معايا في الجزئية ديت انا جمعت بس الاكسبوننشال ده مع الاكسبوننشال اللي فوق فاي اس جي كي اوميجا نوت تي ادي اول اكسبوننشال اللي هو دوت اي اس جي كي باي على 20 اديها الاكسبوننشال دي حد عنده مشكلة في الخطوة دي يا شباب؟ ده عشان احنا ضربناهم على بعض صح؟ يعني احنا اختصرنا خطوة كده واحنا بنحسب مش كده؟ انت لما تضرب الاكسبوننشال ده في الاكسبوننشال ده هتجمع الحاجات اللي فوق اللي في الباور الاكسبوننت تمام اوكي تحب اعملها بالتفصيل ولا واضحه؟ لا واضحه انا بس بتاكد عشان بكتبها لحضرتك تمام ممتاز طيب بعد كده السميشن ده عايزين نحسبه بكام؟ فالسميشن ده هنا فيه جواه مودولس المودولس ده يتفك ازاي؟ لو كي موجبه لطريقه ولو كي سالبه لطريقه اخرى مش كده؟ فانا هفك السميشن ده تلات اجزاء اول جزء سميشن لما k موجبه من واحد الى ما لا نهايه زائد سميشن لما k سالبه من ناقص واحد الى ناقص ما لا نهايه زائد زائد k الترم لما k بصفر فانا هقسم السميشن تلات حتت علشان المودولس ده بس اعرف اتصرف فيه فأول حاجة خالص حط معايا بس لما k موجبة من واحد لما لا نهاية يبقى المودولس كيب كام؟ k بk ممتاز وهنا e اس j k اوميجا نود t زائد باي على 20 طيب لما ال k نيجاتيف من ناقص واحد لناقص ما لا نهاية المودولس كيب يتفك ازاي؟ نيجاتيف نيجاتيف كي في اي اس زائد جي كي اوميجا نود تي زائد باي على 20 وكده الترم اللي ناقص هو ايه؟ لما كي بصفر لما كي بصفر اي حاجه اقص صفر بواحد اي حاجه اقص صفر بواحد فيطلع الترم بتاعنا بواحد حد عنده مشكله في الخطوات دي يا شباب؟ هو احنا ليه في تاني واحدة لما الكي نيجاتيف واحد ما حطيناهاش في الاكسبوننشال التانية بنيجاتيف واحد برضه عشان هنا مفيش مودولس هي كي لكن هنا في مودولس كي فمودولس كي لما يتفك في النيجاتيف هيتفك بناقص كي مش كده؟ لكن بقية المعادلة ثابتة لكن بقية المعادلة زي ما هي كي بوزيتيف نيجاتيف هي كي زي ما هي مفيش هنا مودولس ولا حاجة مش كده؟ تمام شكرا بس حد عنده مشكله في المعادله دي يا شباب الوان ديت ما ممكن حضرتك تقولها تاني الوان دي جت منين انت السميشن بتاعك من ناقص ما نهايه ما نهايه فانا فكيته من ناقص ما نهايه لحد ناقص واحد اللي هو السميشن اللي تحت دوت والسميشن اللي فوق ده من واحد لما نهايه يبقى لسه في تيرم ناقص اللي هو عند كيب صفر مش كده تمام اي حاجه صفر واحد تمام اي حاجه صفر يطلع معاك الواحد تمام كده يا شباب الكلام واضح دكتور صح اتفضلي يا باشمهندس حضرتك دلوقتي قلت ان احنا لما جينا عوضنا عن الكي بنيجاتيف 1 عوضنا في المودولس بس طب ليه بقى لما جينا عوضنا بالزيرو عوضنا في الاثنين انا هنا ما عوضتش عن كي بنيجاتيف 1 انا خدت لما كي كلها بالنيجاتيف يعني لما كي من ناقص واحد لحد ناقص ما نهايه ففي الرينج ده كله الكي ارقام سالبه فبالتالي مودولس اي رقم سالب هو ناقص رقم صح كده
يعني مودولس K لما K بالنيجاتيف هو ناقص K. لكن لو K بالنيجاتيف حطها زي ما هي هنا, هنا مفيش مودولس, مظبوط؟ بمعنى آخر امسك المعادلة اللي فوق وخلينا نعوض عند K بناقص واحد, يبقى نص أس كام؟ لا أس مودولس ناقص واحد اللي هو يطلع زائد واحد, هنا في مودولس. تمام بس ايه بس ناقص جي اوميجا نوت تي زي يعني يحط هنا كيب ناقص واحد عادي. صح كده؟ ففي الجزء ده من السميشن بسبب المودولس الكي بقت ناقص كي, لكن دي طلعت زي ما هي. وفي الصفر هنعوض في الاثنين بقى صح؟ افندم؟ في الصفر هنعوض بالاثنين اه بالظبط. يعني انت هنا عندك تيرم واحد وحيد مفيش غيره, فهو مودولس الصفر هو صفر وحط الصفر هنا زي ما هو يعني, بس كده الصفر ملوش اشاره قوي يعني. شكرا يا باشمهندس. طيب احنا كده اتفضل يا باشمهندس اتفضل. انت قصدك ان المودلس يعني الاحتمالين ان هو ممكن يكون نيجاتيف او بوزيتيف, فنحط احنا الاحتمالين بعيدا عن التعويض اللي احنا بنقول عليه. ما هو الاحتمالين دول مرتبطين بقيمه الكي, يعني لو كي موجبه مودلس كي هو كي, يعني لو الكي من واحد لحد ما النهايه مودولس كي هو زي ما هو كي. لكن لو كي بالنيجاتيف مودولس كي يبقى اسمه ناقص كي. تمام. لو الكلام لو اللي هي مع الاكسبوننشال لو كانت برضو على مودولس كان برضو حصل نفس الكلام بالظبط. بالظبط لو كان في مودولس في الاكسبوننشال كنت برضو هبدله, لكن هو الاكسبوننشال ما فيهاش مودولس ولا حاجه. شكرا. شكرا. أي أسئلة أخرى يا شباب؟ طيب إحنا كده وصلنا إن X of T بيساوي الكلام الزي ده. طيب خليني أمسك السميشن التاني, يعني خليني مش هعمل كده. X of T؟ أفندم؟ هي X of T؟ X of T بتساوي الكلام ده كله. انا همسك السميشن التاني دوت وهنحاول كده نشوف ممكن نبسطه ازاي. فالسميشن التاني دوت خلينا نعرف فاريبل جديد m مثلا يساوي ناقص k. ايه اللي يحصل ساعتها لما الكيب ناقص واحد؟ لما الكيب ناقص واحد يطلع الام بكام؟ واحد. واحد ممتاز. ولما الكيب ناقص ما نهاية يطلع الام بكام؟ ما لا نهاية زائد ما نهاية. ممتاز. يبقى السميشن ده لو عايز اكتبه دلوقتي اكتبه ازاي؟ يبقى سميشن على ام من واحد الى ما لا نهاية نص أس كام؟ واحد ام ام أس ام ناقص كي هي ام اي أس جي, وهبدل الكي اكتب مكانها ايه الكي؟ نيجاتيف ام. مظبوط. ناقص ام في اوميجا نود تي زائد باي على 20. هل يا ترى حد عنده مشكلة في الخطوة دي؟ دكتور معلش ممكن بس بسرعه ثاني الحته دي. حاضر. احنا بدلنا الام بناقص كي, عملت فاريبل جديد بدل الناقص كي سميته ام, وعايز اعمل سبستيتيوشن عادي زي اللي بنعمله في الرياضه. فلما الكي بناقص واحد يبقى الام تساوي كام؟ عوض في المعادله اللي فوق, حط الكي بناقص واحد يبقى الام تساوي كام؟ واحد. واحد. ممتاز. ولما الكي بناقص ما لا نهايه اللي هو الحد اللي فوق ده يطلع الام بكام؟ بلس انفينيتي. بالظبط كده. يبقى لو انا عايز اكتب السميشن اللي فوق ده بدل ما هو بدلاله الكي اكتبه بدلاله الام, اعمل ايه؟ ايوه تمام, اعوض بالام بدل الكي. بالظبط. الام ب1 واحد نص اس ام اي اس ناقص جي ام اوميجا نود
تي زائد باي على 20 صح كده؟ تمام كويس. هل في مشكلة لو الام ده سميناه ال يعني لو عملت نفس الكلام ده بس بدل الام سميته ال جاي حاجة؟ لا كويس. سميته كي بشرطة كي برايم جاي حاجة؟ لا سميته كي جاي حاجة؟ لا. طب هو ليه الفايدة اصلا من كل ده؟ ما هي نفس الاكويشن برضو ما بصدناش على نفسنا. لا لا مش من صعب على حاجة هي بتسهل على نفسنا. لما انا ضربت الكلام ده سميشن على كي من واحد الى ما لا نهاية نص اس كي اي اس ناقص جي كي اوميجا نو تي زائد باي على 20 هو ده كده الفرض بتاعي ان كي ناقص كي اكني بالظبط يعني بيقولوها ان كي بريبليس كي بناقص كي بالظبط كده. فا if you're familiar بالنوتيشن دي يبقى ده كان هيسهل الدنيا خالص بدل الكي بناقص كي. لكن احنا عملناها على خطوتين عشان لو حد بيتلخبط ولا حاجه فانا عملنا فاريبل جديد والفاريبل الجديد ده كده كده هو دامي فاريبل. يعني ايه دامي فاريبل؟ اسمه ما يهمش لان كده كده لما احسب السميشن الام ده اصلا مش هيبقى موجود هيختفي. لما احسب السميشن وعوض بالحدود اللي هي من ام واحد لما نهايه الام ده اصلا مش هيبقى موجود اصلا هيختفي يبقى دامي فاريبل. وعشان كده ينفع ربنا بأي حاجة فانا ركبت هنا قلت كي. هل كده حد عنده مشكلة في الخطوة دي؟ تمام يا دكتور. تمام يبقى اكس اوف كي بتاعتنا بتساوي كام دلوقتي؟ اكس اوف كي هي السميشن الاولاني دوت زائد السميشن الثاني اللي احنا ظبطنا شكله شوية. فخليني اجي هنا كده واحط ادي كده اكس اوف تي بتساوي الكلام الظريف دوت والسميشن اللي في النص ده احنا غيرنا فيه شوية مش كده؟ السميشن اللي في النص ده هشيله بكتب مكانه ايه بقى؟ اكتب مكانه السميشن اللي بالاحمر حد عنده مشكلة في الخطوة دي يا شباب؟ كده نقدر ناخد ال هاف كي باور كي كومن فاكتور يعني ونجمع الاثنين اكسبوننشال مع بعض بالظبط. انا في الاخر هضم السميشن ده مع ده جوه سميشن واحد كي من واحد الى ما ينهي. ما هو خد بالك ان هو نفس السميشن بقى من واحد لما نهاية من واحد لما ينهاية هاف تو ذا باور كي كومن فاكتور ويتبقى جوه اي اس جي كي اوميجا نود تي زائد باي اوفر 20 زائد اي اس ناقص جي كي اوميجا نود تي زائد باي باي 20. هل كده الخطوه دي واضحه يا جماعه ولا مش واضحه؟ دكتور انا مش مقتنع بفكرة انه ازاي الكي والناس كي هيساووا بعض. يعني احنا مفروض مثلا واحدة فيهم لما تساوي واحد تانية تبقى ناقص واحد فاحنا ازاي خدناهم نفس الحاجة؟ طيب هقول لك حاجة ما تيجي هنا نعوض في المعادلة دي عند الكي تساوي واحد هيطلع لك تيرم عامل ازاي هنا؟ حط كيب واحد وكيب ناقص واحد عشان طلع ترم من هنا وترم من هنا. لو كيب واحد يطلع الترم عامل ازاي؟ نص اس واحد اي اس جي اي اس جي اوميجا نوت تي زائد باي على 20 مش كده؟ ولو حطيت هنا الكيب ناقص واحد يطلع ايه؟ نص اس ناقص واحد في اس ناقص جي اوميجا نوت تي زائد باي على 20 ممتاز. هو نص اس ناقص ناقص واحد فنص اس واحد ها عشان هنا في مودلس معايا يعني هو يعني هم طلعوا نفس الحاجه ما عدا الجزء اللي هو الاكسبوننشال ده هو اللي طلع الفرق ما بينهم عشان كده وليه طلعوا نفس الحاجه عشان المودلس واضحه كده ولا لسه مش واضحه؟ تمام فهمت شكرا.
كويس. طيب خلينا بقى نشوف السميشنز دي، بلاش نضمهم مع بعض دلوقتي عشان ما نلخبطش الدنيا، خلينا ماشيين بيهم كده منفصلين احسن. المهم بقى ما اعرفش في كده سميشن مش عارف خدتوه ولا لا، خدتوه في الماثيماتكس اكيد، سميشن على كي من صفر الى ما لا نهايه ار تو ذا باور كي. هل تفتكروا كان بكام السميشن ده ولا ما تفتكروش؟ احنا عملنا المحاضره اللي فاتت بتاعه ولا ما عملناهوش؟ ما عملناهوش يا دكتور. ما عملناهوش. ده يطلع واحد على واحد ناقص ار لو مودولس ار اصغر من الواحد، ويطلع بما نهايه لو مودولس ار اكبر من او تساوي الواحد. ده السميشن بتاع الجيومتريك سيريز المتوالية الهندسية R أس K K من صفر إلى ما لا نهاية، بيطلع واحد على واحد ناقص R لو مودولس R أقل من الواحد، وما لا نهاية لو مودولس R أكبر أو يساوي الواحد. طيب في الحقيقة لما نبص على السميشن ده والسميشن اللي فوق نلاقيهم شبه بعض، سميشن من صفر لما نهايه هنا من واحد لما نهايه، يعني في ترم ناقص هنتصرف فيه. R اس K هنا فعلا نص اس K و E اس J K، فينفع في الحقيقه اعتبر ده R اس K على بعض. فخلينا كده ناخد اول سميشن ده ونشوف نحسبه ازاي. يبقى السميشن الاولاني دوت اقدر اكتبه كده، ركزوا معايا بقى، هكتبه summation من k بصفر الى ما لا نهايه نص e اس j اوميجا نوت t زائد باي باي 20 الكل اس k. هل حد عنده مشكله في الخطوه دي ولا سهله؟ ازاي خلينا صفر بقى واحد، الواحد بقى صفر في السميشن؟ اشكرك. احنا هنا كاننا زودنا الترم ما كانش موجود، مش كده؟ اللي هو عند كي بصفر. اه اللي هو هيساوي واحد اصلا. بالظبط فاطرح. كده الدنيا مظبوطة؟ اه كده صح تمام. مظبوط. حلو قوي. يبقى الكلام ده بقى بيساوي كام؟ اللي جوه ده اللي هو R اس K، يعني كده ده سميشن من صفر لما ينهي R اس K، ولو اخدنا مودولس R يطلع بكام مودولس R؟ بنص، صح كده؟ عشان E اس J ليها ابسوليت فاليو بواحد، فمودولس ال R ده بنص، فيطلع السميشن ده واحد على واحد ناقص R، واحد ناقص نص E اس J ميجا نوت T زائد باي باي 20 ناقص واحد. حد عنده مشكلة في الخطوة دي يا شباب؟ السطر دوت؟ طيب السطر اللي فوق هو summation من كيب واحد لما لا نهاية، أنا هخليه من صفر لما لا نهاية، فمعنى كده إن أنا زودت ترم اللي هو عند كيب صفر، صح كده؟ الترم ده بكام؟ قيمته بكام؟ بواحد. فطرحت الواحد اللي انا زودته. فلما طرحت الواحد الاخير دوت انا كده ظبطت السميشن، صح كده؟ تمام. بعد كده جمعت بقى النص، خدت ده كومن فاكتور كده، مش كومن فاكتور يعني، هو نص اس كي في اي اس جي كي، فانا هقول نص في اي اس جي اوميجا نوب وكل اس كي، فهو هو مش كده ولا ايه؟ تمام. وبعد كده بقى ده سميشن ار اس كي، يعني كل اللي جوه ده كان هو الار بتاعتنا اس كي، يبقى واحد على واحد ناقص ار، صح كده؟ تمام. نفس الكلام نعمله على السميشن الثاني.
summation ده نكتبه كده summation من k بصفر لحد ما النهاية نص e أس ناقص j أوميجا مود t زائد باي باي 20 الكل أس k ناقص 1 فيطلع بيساوي 1 على 1 ناقص نص e أس ناقص j أوميجا نوت تي زائد باي باي 20 ناقص 1 كويس هو احنا عشان ما ننتهش بس هو كان ايه اللي مكتوب في السؤال الغريب دوت حد فاكر؟ عايزين اكس اوف تي بالظبط كان مدينا اكس اوف كي وكان عايز اكس اوف تي فاحنا بدأنا بمعادلة x of t هي summation x of k يوس j k omega نوت t طلع summation اللي جواه absolute value قسمناه لثلاث ترمات اتنين summation واحد وخدنا summation اللي كان من ناقص من نهاية من نهاية ده عملنا substitution وخدناه من واحد لما نهاية فبقى الشكل بتاعنا عامل كده ثلاث ترمات summation وsummation واحد وحسبنا دلوقتي التو summations دول فيبقى دلوقتي x of t بتساوي كام بقى؟ بتساوي الفاليو بتاعت اول summation اللي هو الترم ده زائد الفاليو بتاعت summation التاني اللي هو الترم ده زائد الواحد اللي في الاخر ده ما تنسوهوش الواحد ده يروح مع الواحد ده خلونا بقى نوحد مقامات فيبقى عندك هنا ناقص واحد زائد لو وحدنا مقامات تحت هيبقى عندك ايه واحد ناقص نص يوس جي اوميجا نوت تي زائد باي باي 20 مضروب في واحد ناقص نص يوس ناقص جي اوميجا نوت تي زائد باي باي 20 عايش هو سؤال طويل شوية وفوق هيبقى عندك هنا واحد ناقص نص اي اس ناقص جي اوميجا نوت تي زائد باي باي 20 زائد واحد ناقص نص اي اس زائد جي اوميجا نوت تي زائد باي باي 20 الدنيا كده واضحة ولا اتلخبطنا؟ تمام يبقى x of t بقى بتساوي كام؟ ناقص واحد زائد فوق هيبقى عندك واحد زائد واحد يساوي اتنين اللي هما الاتنين دول الواحد ده اهو والواحد ده يبقى اتنين بعد كده عندك فوق ناقص نص في اس جي اي اس ناقص جي وهنا ناقص نص في اس زائد جي يطلع بكام دوت لما يبقى اي اس جي اي اس ناقص جي بنفس الاشاره يطلع 2 كوزين مش كده 2 كوزين مع نص يبقى 2 تروح مع نص يتفضل كوزين يبقى عندك الترم الثاني هنا يبقى 2 ناقص كوزين أوميجا نوت تي زائد باي باي 20 صح كده شباب؟ معايا ولا ايه؟ معايا يا دكتور هتكونوا زهقتوا طيب ناخد المقام تحت نفكه كده بسرعة يبقى عندك واحد زائد ربع ان اي اس جي واي اس ناقص جي يروحوا مع بعض
بعد كده يبقى عندك ناقص نص يوس جي أوميجا نو تي زائد باي باي 20 ناقص نص يوس ناقص جي أوميجا نو تي زائد باي باي 20 صح كده؟ فواحد وربع ده اللي هو يطلع 5/4 وبعد كده ناقص نص وناقص نص ده يطلع ناقص كوزين بعد كده آخر خطوة بقى نوحد مقامات ندخل الواحد ده معانا يبقى 5/4 ناقص كوزين أوميجا نو تي زائد باي باي 20 وفوق هنطلع ناقص 5/4 زائد كوزين أوميجا نو تي زائد باي باي 20 زائد 2 ناقص كوزين هتلاقي الكوزين هتروح مع الكوزين وبعد كده ناقص 5/4 زائد 2 اللي هي 2 تبقى 8/4 مش كده صح ولا انا غلطان 2 تبقى 8/4 يبقى عندك هنا 3/4 وهنا 5/4 ناقص كوزين اوميجا نوتي زائد باي باي 20 اتمنى ما نكونش غلطنا في حاجه ويطلع الحل النهائي مظبوط ويطلع ده كده الـ x of t بتاعتنا لو رحنا بقى شفنا الحل النهائي هيطلع مظبوط اهو وهنا بس ضرب فوق وتحت في 4 فبقت 3/5 ناقص 4 كوزين اللي هو الرقم ده تمام فكده هو السؤال ده طويل شويه بس وارد يجي في الامتحان حاجه زي كده ان انا اجيب لك x of k واطلب منك x of t مش شرط تبقى بالطول ده يعني هنا بس عشان موضوع المودولس دوت عقد الدنيا شويه يعني موضوع مودولس كي دوت عقد الدنيا شويه لكن at the end of the day احنا السكه نعرف نمشيها دلوقتي لو انا عندي x of k هي اللي جيفن اقدر اجيب منها x of t تمام اي اسئله يا شباب؟ دكتور هو احنا لازم نوصلها للسيمبلست فورم صح؟ على قد ما تقدر طبعا. تمام. طيب الاكزامبل اللي بعد كده ده اكزامبل مهم قوي ركزوا كده معايا فيه. بيقول لك فايند الفوريير سيريس ريبريزنتيشن هو الفوريير سيريس كوفيشنت بتاع السكوير ويف دي. السكوير ويف من الويفز المهمه جدا لانها بتعبر عن الباينري ويف ال1 وال0 ومستخدمه كتير قوي في الكوميونيكيشن سيستم. فعندنا السكوير ويف ديت وعايزين نجيب لها الفورير سيريز بتاعها. فيجي اول سؤال هل يا ترى السيجنال دي بيريودك ولا مش بيريودك؟ بيريودك. ممتاز. هل يا ترى كونتينيوس ولا مش كونتينيوس؟ كونتينيوس. بالظبط فهي كونتينيوس وبيريودك فنقدر نطبق عليها على طول ايه؟ الفورير سيريز بتاعها. يبقى اكس اوف تي بتاعتنا continuous في التايم و periodic فاقدر اطبع عليها Fourier series بكام الفاندمنتال period بتاعتها؟ 2 تي نود لا ركز في الرسمه كده هتلاقي اللي بيحصل عند الصفر اللي هو الريكتانجلر بالس هي بتحصل عند ايه؟ عند التي وعند النقص لا مش شرط 4 تي نود انت كمان لما تبص كده هتلاقي ان اللي بيحصل عند التي نود بيتكرر هنا فين عند تي زائد تي نود يبقى التكرار بتاعنا بقد ايه السايكل بقد ايه عشان تجيب السايكل بالظبط لا تي عشان نجيب السايكل يا شباب هناخد نقطتين زي بعض ونشوف بينهم مسافه قد ايه مش كده عشان نجيب السايكل هاخد نقطتين زي بعض فالنقطة دي هي الفولينج ايدج اللي هي عندها السيجنال بتنزل من واحد لصفر والنقطة دي زيها برضه فولينج ايدج السيجنال بتنزل من واحد لصفر ف
فعند الفولينج ايدج هنا السيجنال بتحصل عند تايم اسمه تي نود، هنا بتحصل عند تي نود بلس كابيتال تي، يبقى الفرق ما بينهم قد ايه؟ كويس. نفس الكلام هنا، لو اخذنا النقطتين دول، النقطة دي هي رايزنج ايدج اللي بتطلع فيها السيجنال من صفر لواحد، ودي كمان رايزنج ايدج بتطلع من صفر لواحد، فشوف نقطتين زي بعض وشوف بين المسافة قد ايه. فلما تيجي تبص كده تلاقي دي بتحصل عند ناقص تي نود، ودي بتحصل عند تي ناقص تي نود، فلو طرحت دي ناقص ده يدينا كام؟ يدينا تي، وهكذا. فتي هي ديت الفاندمنتال بيريود مش التي نود، عشان دي بتغير بتخسر ناس كتير مسائل، لان في ناس كتير لو جابت البيريود غلط الدنيا كلها باظت. تمام، فالتي هي الفاندمنتال بيريود مش التي نود، وتبقى الاوميجا نود هي 2 باي على تي. تمام يا شباب. امال ايه التي نود؟ السيجنال قيمتها بواحد من ناقص تي نود الى تي نود، لكن ما هيش دي السايكل، مش هي دي الكونكريت سايكل، ده بس طول الانترفال اللي السيجنال فيها بواحد بس. مفهوم يا جماعه؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب عايزين نجيب بقى اكس اوف كي، نجيب اكس اوف كي ازاي؟ واحد على سايكل، التكامل على 1 سايكل، اكس اوف تي في اس ناقص جي كي اوميجا نود تي دي تي، يبقى هيساوي واحد على تي، ونكمل من فين لفين؟ من زيرو لتي. ممكن نكمل من زيرو لحد تي، صح؟ لكن خد بالك ان من زيرو لتي هتلاقي الفانكشن مقسومه حتتين او 3 حتت في الحقيقه، من واحد لصفر قيمتها بواحد، اسف، من صفر لحد تي نود قيمتها بواحد، من تي نود لحد تي ناقص تي نود قيمتها بصفر، من تي نود ناقص تي نود لحد تي قيمتها بواحد، مقسومه 3 حتت، صح مش غلط. لكن دايما لو في سيمتري حوالين الواي اكسس يفضل يبقى التكامل من ناقص تي على 2 لحد تي على 2، فزي ما انت شايف كده في سيمتري حوالين الصفر، فيفضل اني اكامل من ناقص ناقص تي على 2 لحد تي على 2. فلو عملت كده من ناقص تي على 2 لحد تي على 2 هستفيد بالسيمتري اللي حوالين الصفر دي. نكمل اكس اوف تي في اي اس ناقص جي كي اوميجا نوت تي دي تي، يطلع بيساوي يبقى 1 على تي في التكامل من ناقص تي على 2 لحد ناقص تي نود بكام التكامل هنا؟ هو هيبقى موجود بس من نيجاتيف تي نود. بالظبط، هيبقى موجود فقط من ناقص تي نود لحد تي نود، لان الفانكشن اكس اوف تي بتاعتنا قيمتها بصفر من ناقص تي على 2 لحد تي نود، ناقص تي نود، وقيمتها بصفر من تي نود لحد تي على 2، فهيبقى التكامل بصفر ما عدا في الحته اللي فين؟ اللي في النص، اللي هي من ناقص الى زائد تي نود. وفي الانترفال دي الفانكشن قيمتها بواحد، يبقى واحد في اي اس ناقص جي كي اوميجا نود تي دي تي. هل الخطوه دي كده واضحه يا شباب؟ ممكن تاني يا دكتور؟ دكتور ماشي. هي مش دي اللي هي امبلس اللي احنا خدناها المره اللي فاتت؟ لا، الامبلس اللي احنا خدناها المره اللي فاتت كانت ريكتانجلر بلس زي ديت، بس عرضها صغير قوي وارتفاعها كبير قوي بتروح للمعناه. هي ما ينفعش نعتبر الاكس اوف تي ان هي امبلس بانها اصلا الريكتانجل بتاعها برضه الامبلس بتاعها واحد، يعني هي كده كده هتطلع لي واحد؟ لا، دي حاجه ودي حاجه. ليه؟ الامبلس كانت ريكتانجلر بلس مساحتها بواحد مش ارتفاعها بواحد. اه تمام. مساحة بواحد. ما كانتش ريكتانجلر بلس وبس، احنا كنا اخذنا الليمت كيس لما ريكتانجلر بلس دي عرضها بقى تقريبا صفر وارتفاعها بقى تقريبا ما نهايه. فدي حاجه مختلفه شويه. تمام؟ لا هنا مش امبلس خالص.
تمام. طيب نعيد الخطوة دي مرة أخرى. أنا دلوقتي عندي عايز أحسب التكامل من ناقص تي على الاتنين لحد تي على الاتنين. خليني أرسم السيجنال بتاعتي على جنب هنا كده. آدي الناقص تي على الاتنين وآدي تي على اتنين وده كده ناقص تي نود وده زائد تي نود. هنا القيمة بصفر، هنا بواحد، هنا بصفر. يبقى لما أجي أحسب التكامل بتاعي اللي هو من ناقص تي على اتنين لحد تي على اتنين، لما أجي ماشي من ناقص تي على اتنين لحد ناقص تي نود، الفانكشن بكام في الانترفال دي؟ زيرو من ناقص تي نود لتي نود بالظبط. لا يعني من ناقص تي على الاثنين لحد ناقص تي نود بصفر، فهكمل صفر دي تي يطلع كله بصفر، زائد من ناقص تي نود لحد تي نود الفانكشن قيمتها بكام؟ بواحد. يبقى واحد هيتضرب في اي اس ناقص جي كي اوميجا نود تي دي تي، زائد التكامل من تي نود لحد تي على اتنين يطلع هنا الفانكشن بكام بتاعتنا؟ زيرو. فهكامل زيرو دي تي، فيطلع عن التكامل ده يساوي صفر والتكامل ده كمان يساوي صفر. يتفضل التكامل اللي في النص اللي هو احنا كنا قلناه من الاول، ان هو هيبقى التكامل بتاعنا من ناقص تي نود الى تي نود بتاع واحد في اي اس ناقص جي كي اوميجا نود. هل كده الخطوة دي واضحة يا شباب؟ واضحة دكتور، بس هو أنا عندي سؤال صغير. هو إحنا الافتراضية بتاعت إنها تي على الاتنين دي، لأن إحنا افترضنا أساساً إن الداتا سايكل هنا 50%، مظبوط؟ لا خالص خالص، أنا لأن أنا عندي فاندمنتال بي بكابيتال تي، فأنا عايز أكمل على وان سايكل. فالاقتراح اللي اتقال في الأول إن أنا هكمل من صفر لحد تي، صح مش غلط، بس هتلاقي التكامل بتاعك مقسوم تلات حتت، من صفر لحد تي نود، ومن تي نود لحد تي ناقص تي نود، ومن تي ناقص تي نود لحد كابيتال تي، which is correct، هيطلع النتيجة مظبوطة. لكن أنا هنا بدور على حاجة أسهل شوية، بقول طبعا إن في سيمتري حوالين الواي أكسس، فأنا أقدر أستغل السيمتري دي، وأقدر أستغل إن أنا عندي حرية إن أختار أبدأ التكامل من فين وأنتهي فين، as long as إن طول فترة التكامل هي كابيتال تي. فعشان كده انا بدات من ناقص تي على الاثنين لحد تي على الاثنين. هل كان في بديل اخر؟ كان ممكن مثلا ابدا اكامل من ناقص تي نود لحد فين؟ لحد تي ناقص تي نود، دي برضه تقولها وان سايكل. فمن ناقص تي نود لحد تي نود الفانكشن بواحد اللي هو يطلع التكامل ده، بعد كده من تي نود لحد تي ناقص تي نود الفانكشن بصفر يطلع تكامل زي ده كده يطلع بصفر، ويطلع نفس الحالة. فاهمني؟ فهنا الموضوع ملوش علاقة بالديوتي سايكل، لأن في الحقيقة الديوتي سايكل هي مش بنص. يعني أنت لو حسبت كده تطلع بكام هي الديوتي سايكل؟ بكام التي هاي هنا؟ واحد. لا، الوقت اللي السيجنال بتقعد فيه هاي قد إيه؟ 2 تي نود. صح كده؟ مش هي بتقعد من ناقص تي نود لحد تي نود قيمتها ب1؟ مظبوط يا دكتور. تي هاي 2 تي نود على الكابيتال تي اللي هو السايكل، هو تي هاي زائد تي لو يعني. فالديوتي سايكل هنا انا ما اعرفوش. الكابيتال تي ده اصلا بيساوي 4 تي نود. مين قال؟ الرسم يعني بالشبه كده ماشي، لكن هو هنا مديها لنا كرموز. يعني يمكن هو رسمها تبان كده انتيوتيفلي دي ربع السايكل ولا نصها، لكن هو بيديها لنا كرموز، يمكن هي رسمه مسليدنج شويه، لكن هو كاتبها رموز. هو لو عايز يقول لنا ان تي نود هي ربع تي هيقول لنا دي بتساوي ربع تي، لكن هو بيديها لنا كرموز. فاهمين قصدي ايه؟ تمام. يعني احنا مش من حقنا ان احنا نساويهم ببعض طول ما هو مش مدينا يعني صراحه
ان التي بتساوي 4 تي نوت. بالظبط، هو ما تهمناش، فاحنا هنشتغل كاروز عشان نطلع حاجه جنرال، وفي الاخر بقى لو قال لنا فعلا دي بتساوي كذا نعوض، لكن خلينا نشتغل بالنوز من الاول احسن. تمام؟ تمام معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام، يبقى اكس اوف كي دلوقتي بتساوي كام؟ بتساوي 1 على تي تكامل من ناقص تي نود الى تي نود اي اس جي اس ناقص جي كي اوميجا نود تي دي. طبعا التكامل ده امر سهل خالص، يبقى 1 على كابيتال تي وهنقسم على ناقص جي كي اوميجا نود ونعوض بالليمتس اي اس ناقص جي كي اوميجا نود تي نود ناقص اي اس زائد جي كي اوميجا نود تي. وطبعا خلينا نفتكر ان الاوميجا نود بتساوي كام؟ 2 باي على تي، مش على تي نود، ها؟ 2 باي على تي. طيب يبقى الكلام ده بيساوي 1 على ناقص جي كي اوميجا نود تي في الترم ده نعبر عنه بايه؟ يساوي كام دوت اللي هو جوه هاف كوزاين؟ هاف كوزاين ده هاف كوزاين ولا اتنين كوزاين؟ كوزاين لا هاف تقريبا اتنين او اتنين مش كوزاين اتنين جي ساين. نفتكر مع بعض ساين سيتا كان 1 على 2 جي اي اس جي سيتا ناقص اي اس ناقص جي سيتا، فانت عندك اهو اي اس جي ناقص اي اس ناقص جي، فكمان ده المفروض يبقى ناقص 2 جي ساين سيتا. صح كده يا شباب؟ انا ممكن نعمل النيجاتيف كوزاين فاكتور ونعمله 2 كوزاين صح؟ لا ازاي؟ عشان كوزاين، عشان يبقى كوزاين لازم يبقى الإشارة هنا زي الإشارة هنا، يعني كوزاين سيتا هي نص اي اس جي سيتا زائد اي اس ناقص جي سيتا. فانت في الحقيقة هتاخد إشارة كومن فاكتور من فين؟ يعني هنا دي موجبة ودي سالبة، لو خدت إشارة كومن فاكتور هتبقى دي سالبة ودي موجبة، فهي ساين مش كوزاين. صح، فيطلع بقى ناقص 2 جي ساين. حد عنده مشكلة في الخطوة دي يا شباب؟ ما فيش بقى، هنكنسل النيجاتيف مع النيجاتيف والجي مع الجي، ناقص مع الجي والناقص مع الجي، والاوميجا نود تي بتساوي 2 باي، فالاثنين تروح مع الاثنين ويطلع ان اكس اوف كي تساوي ساين كي اوميجا نود، طبعا دي تي نود مش تي، انا اسف، ساين كي اوميجا نود تي نود وناقص 2 جي واحد وناقص جي والاثنين واحد، هيتفضل لك هنا باي كي. تمام يا شباب، يبقى ادي كده الاكسبريشن بتاع اكس اوف كي ساين كي اوميجا نود تي نود على باي في كي. هل في حاجة غامضة يا شباب في الجزء دوت؟ مش منسين معايا ولا رحت فين؟ مع حضرتك يا دكتور. معاك يا طيب. خلينا ناخد بريك 10 دقايق كده ونرجع نكمل، نرجع الساعة 9:30 و5 بالظبط. تمام؟ عشان تفصلوا كده شوية ونرجع نكمل، فأستأذنكم وناخد بس بريك ونرجع بالظبط الساعة 9:30 و5. تمام؟ تمام يا دكتور.
صباح الخير، ازيكم يا شباب؟ رجعنا من البريك ولا لسه؟ ايوه دكتور. طيب بصوا، هي الكهرباء عندي قطعت، فاللابتوب بتاعي مش هيستحمل كتير على البطارية يعني. لو لقيتوني اختفيت من الميتنج اسبوع عليا بس شوية، اجيب لابتوب تاني وانقل الفايلات، اللابتوب التاني ده يكون مشحون شوية. فخلينا نكمل كده، هوب في الكهرباء ترجع. لو الكهرباء ما رجعتش واللابتوب بتاعي انتحر اسبوع بس هتمشوش يعني، اسبوع 5 دقايق بالظبط هحاول انقل الملفات و هشغل اللابتوب التاني. اوكي؟ ايوه يا دكتور. طيب كنا وصلنا ان اكس اوف كي بتاعتنا هي ساين كي اوميجا نود تي نود على وخليني احط الاثنين جنب بعض كده، يبقى ادي السيجنال اللي في التايم دومين وادي السبيكترم بتاعها اللي طلع لنا في الفريكوينسي دي. تمام. دلوقتي خلينا كده نشوف لما كي بصفر يا ترى الاكس اوف كي تساوي كام؟ اللي هو الدي سي كومبوننت. تساوي كام؟ لو الكيب صفر يبقى الاكس يبقى صفر برضه؟ لو عوضت هتلاقي فوق ساين صفر وتحت فيه كيب صفر، يطلع صفر على صفر. فدي مشكلة. فيوجوالي في الحالات اللي زي كده هنحاول بص ممكن نعمل حتة لاوبيتال، لكن هنا الديفرنشيشن تكنيكالي مش صح. ليه مش صح؟ التفاضل يخص الكونتينوس فاريبلز، لكن هنا انت بتتكلم على فاريبل اسمه كي ده ديسكريت، فالديفرنشيشن هيوصلنا النتيجة صحيحة. بالمناسبة يعني احنا لو عملنا ديفرنشيشن فوق وتحت هيدينا نتيجة صح، لكن هي تكنيكالي السكة نفسها مش صح، لكن الفانكشن ديت كونتين ديسكريت تايم والديفرنشيشن ده بنعمله مع الايه؟ مع الكونتينوس تايم سيجنالز. فالصح ان احنا نعمل ايه؟ نجيب التكامل من اوله خالص، يعني نرجع كده اكس اوف كي بتساوي التكامل ده، حط هنا كي بصفر. لما احط في التكامل ده كي بصفر يبقى عامل ازاي؟ 1/t تكامل من ناقص تي نود لتي نود، اي اس ناقص جي صفر في تي، يبقى اي اس صفر هو 1، يبقى اكس اوف 0 هي 1/t تكامل من ناقص تي نود الى تي نود بتاع 1 dt، اللي هو لما تحسبه يطلع 2 تي نود على كابيتال تي. فيبقى دلوقتي كده الدي سي كومبوننت ساعات بيحصل فيها المشكله بيطلع صفر على صفر. هل نستخدم لاوبيتال؟ هو بينفع تجاوزا، بينفع لو فضلت اللي فوق هتديك كوزاين وهتطلع بره اوميجا نود تي، وتحت هيبقى عندك باي هيطلع الاثنين تي نود على تي، مظبوطه. لكن يعني تكنيكالي مش صح، اكمن الديفرنشيشن ده يخص الكونتينوس فاريبلز، لكن السيجنال دي مالها؟ السيجنال دي ديسكريت فانكشن. دكتور هو احنا ليه قلنا انها ديسكريت؟ او مش احنا اساسا شغالين انها على في الاساس بيريوديك وكونتينوس؟ مين اللي بيريوديك وكونتينوس؟ اكس اوف تي. يعني احنا لما حولناها للفريكونسي دومين فالفريكونسي دومين بيبقى ديسكريت. بالظبط، الاكس اوف كي ديسكريت. انا فهمت دلوقتي ديسكريت ونون بيريوديك. تمام؟ واضحة كده؟ واضحة يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب خلوني اخد نسخة من الملفات احتياطي عشان لو الكمبيوتر انتحر نعرف نشغل الكمبيوتر التاني. give me a second.
طيب. وهنا الفانكشن دي في الحقيقه من الفانكشنز المهمه قوي، فخليني كده او سبين سام تايم ان احنا نمسك الماتلاب ونحاول نرسم عليه اكس اوف كي دي نشوف شكلها عامل ازاي. فده كده كود بسيط خالص بيبين لنا اكس اوف كي، ما اعرفش انتوا شايفين مش شايفين حاجه طبعا. شايفين مش شايفين؟ شايفين الماتلاب عندي؟ ممتاز. فهنا معرف الكي بتاعتنا من ناقص 10 ل 10، معرف الكابيتال تي بواحد، وميجا نود 2 باي على كابيتال تي، التاو اللي هي تي نود اللي هو ربع، انا معرف التاو اللي هي تي نود. وهنا دي معادلة اكس كي اللي هي ساين 2 ساين كي وميجا نود تاو على كي في 2 باي. وبعد كده اكملنا عند الصفر، في مشكلة لما كي تساوي صفر، في مشكلة لو تطلع صفر على صفر، فلازم تقول الماتلاب ان اكس اوف كي تساوي كام؟ اللي تطلع 2 تي نود على تي. فالحد هنا كده انا عرفت الاكس كي بتاعتي. خلينا ارسمها معاكم، خلينا كده نعمل فيجر، نعمل بلوت، نعمل ستيم. ايه الفرق بين ستيم وبلوت تعرفوا؟ انتوا تعرفوا ماتلاب ولا ما تعرفوش ماتلاب؟ مش قوي لسه يا دكتور، لسه اول اسبوع نستخدمه في السيركتس فمش ماشيين فيه قوي يعني. طيب ستيم بيرسم السيجنال لما تكون ديسكريت، يعني بص كده معايا لما عملنا ستيم تطلع مش الفانكشن، تطلع الفانكشن دي. يعني هي دي اكس اوف كي بتاعتنا، عند الصفر قيمتها كبيره كده، وعند الواحد تقل شويه، وشكلها عامل ازاي؟ عماله توسليت طالعه نازله طالعه نازله، واخدين بالكم؟ عماله ايه؟ توسليت طالعه نازله، وهي بتوسليت بتموت بالديكي. طيب فخليني كده فانا هنا رسمت 10 values بس للكي من ناقص 10 ل 10. خليني اقعد اغير في الريشيو ما بين التاو والتي نود، يعني انا هنا حاطط ال 1 سايكل ب 1 تي كابيتال ب 1 سكند والتاو بربع، يعني الديب سايكل هنا بكام؟ لما نبص على المعادله بنص. ممتاز. طيب لو صغرنا التاو شويه، لو خليت التاو بدل ما هي ربع خليتها 1 من 10، السيجنال في التايم جاي لها ايه كده؟ بقى ليها ديب سايكل بكام؟ 20%، صح كده؟ خليني كده ارسم الاكس كي اشوف ايه اللي حصل لها. الاكس كي جاي لها ايه؟ تحسها في سامبلز اكتر. ايوه تحس في سامبلز اكتر، لكنها بقت اوسع شويه. يعني خلينا كده نحط المنظر دوت ونرجع مره ثانيه لربع، تلاقي الشكل اختلف، لكن السامبلز بقت اقل شويه هنا. فواضح ان شكل الاكس اوف كي اتغير مع تغير شكل التايم دومين سيجنال. لما التايم دومين سيجنال تتغير شكل السيجنال بتاعتنا اكس اوف كي تتغير هي كمان. معلش يا دكتور. اتفضل يا باشمهندس. هو احنا جبنا التايم ازاي بس معلش؟ انا افترضتها، يعني انا عشان احط على الماتلاب انا حطيتها بربع. فانت في الاخر المساله بتاعتنا احنا مطلعينها بشكل رموز، التاو اللي هي التي نود والكابيتال تي اللي هي التي سايكل. فانا في الماتلاب حطيت ارقام من عندي عشان انا فايصل بس. تمام، شكرا لك. شكرا يا باشمهندس. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا بقى عايز اريكونستراكت السيجنال اكس اوف تي، فعرفت التايم بتاعي من ناقص 2 ل 2، وبدات احسب اكس كي في الاكسبوننشال يوس جي كي اوميجا نوت تي. مش هي اكس اوف تي عباره عن سميشن لاكس اوف كي في يوس جي كي اوميجا نوت تي؟ ففي الحقيقه عملت انا المالتيبليكيشن ده وقابل السميشن عملته تحت
وهنرسم بقى السيجنال اكس تي بتاعتنا. ايه الشكل اللي طلع؟ بص الشكل عامل ازاي. هل دي الاكس اوف تي الاصليه بتاعتنا ولا شكلها متبهدل شويه؟ متبهدل خالص. ليه متبهدل خالص؟ هي مبدئيا المفروض قيمتها بكام في الانترفال دي؟ قيمتها بواحد وهنا قيمتها بصفر. فاللي حاصل ان هي عند الواحد مش بواحد، هي طالعه نازله كده عماله توسليت، وعند الصفر مش صفر، طالعه نازله عماله توسليت. هي بتتكرر فعلا بيريودك لكن ما هياش ثابته، ما هياش فلات كده. تفتكروا ايه السبب اللي مطلعها مش فلات كده؟ عشان هي فيها اكثر من فريكوانسي. اشكرك. لان هي كلها infinite number of frequencies، يعني summation بيروح على k من ناقص ما انهيه ما انهيه. لكن انا هنا حطت الـ k من كام لكام؟ من ناقص 10 ل 10. يعني انا ما اخدتش كل الفريكوانسيز، انا اخدت الفريكوانسيز بس من ناقص 10 اوميجا نود لحد 10 اوميجا نود. فاهمني؟ طيب لكن لو خليتها من ناقص 100 ل 100، يعني اخدت الفريكوانسيز من ناقص 100 اوميجا نود لحد 100 اوميجا نود، تفتكروا الشكل يبقى احسن ولا اوحش لما ارجع اكس اوف تي؟ يطلع احسن شويه، يقرب من الشكل الاصلي صح؟ بالظبط كده. هنلاقي فعلا الشكل قرب شويه من الشكل الاصلي، بقى الفلكتويشنز يمكن مكان حدوثها قليل شويه، لكن هي مينلي شكلها قرب من الشكل الاصلي، بقت فيه سادن تشينج بتاعنا وقال تقريبا صفر. في طبعا لسه بتطلع وتنزل بتوسيلت شويه بشويه، لكن احسن من المره اللي فاتت. يبقى كل ما تاخد فريكوانسيز اكتر كل ما تقرب من الشكل الاصلي اللي انت عايزه. تفتكر امتى نوصل للشكل اللي هو مظبوط 100% زي السكوير ويف اللي هي شارب 1 و 0؟ امتى نوصل للشكل ده؟ سيجما لحد الانفينيتي، من نيجاتيف انفينيتي بالظبط. لو خدت من ناقص ما انهايه ما انهايه طبعا ما ينفعش، يعني لو جيت عمال كلاب دلوقتي وقلت له من ناقص ما انهايه ما انهايه هيهنج والكمبيوتر هيقع مننا. فالفكره ان احنا بنشوف طب لحد امتى، ايه هي الفريكوانسيز اللي تنفع اخدها بحيث ان انا احافظ على شكل السيجنال. يعني لو انت السيجنال دي هي عباره عن باينري داتا جايه لك 1 و 0، فانا هنا شايف بوضوح ان في الانترفال دي في 1 وفي الانترفال دي في 0، فيبدو ان 100 كومبوننت دول كفايه قوي، يمكن اقل كمان لو كان ليه خليتهم 50 ولا 20 ولا بتاع، ممكن اكون لسه قادر اميز الواحد والصفر. يعني لو خليتهم 20 وناقص 20 يمكن لو في فلكتويشن وكل حاجه، بس قادر اميز ان ده كان لوجيك 1 ده لوجيك 0، فقادر اميز الداتا. فالفكره هنا حسب الابلكيشن بتاعك. لو انت في داتا مبعوثه وبتستقبلها يبقى يكفي ان انت حاجه زي كده 10 كفايه خالص. لكن لو قللت عن كده، لو خليت مثلا السميشن ده من ناقص 5 ل 5 او من ناقص 3 ل 3، اخدت هارمونكس قليله قوي، تلاقي نفسك مش عارف هو ده 1 و 0 ولا دي ساين وكوزاين، فاهم الشكل بقى ايه؟ مش واضح قوي. لو خليتهم بقى هم 3، خليتهم 2 هارمونكس بس وعملت 1، هتلاقي الكود قلب ساين اصلا وكوزاين، ما بقتش عارف دي ساين وكوزاين ولا 1 و0. فالفكره ان احنا بنشوف عدد الهارمونكس اللي احنا محتاجينه علشان نوصل الرساله المطلوبه. اذا كانت هي داتا 1 و 0 فيكفي مثلا لو اخذنا من ناقص 5 ل 5 او ايفن من ناقص 10 ل 10 يمكن اقدر اميز في الريزيفر بشكل معقول ان ده 1 وده 0. واضحه الفكره؟ دكتور لو سمحت. اتفضل يا باشمهندس. هو احنا لما كنا يعني حولناها للفريكونسي دومين، احنا دلوقتي مش المفروض كنا يعني لما بنقدر نحول من تايم دومين لفريكونسي دومين كاننا كنا بنعمل سامبلنج للتايم دومين مظبوط؟ لا، هنا احنا ما عملناش سامبلنج ولا حاجه. احنا المعادله بتاعتنا لما ترجع لها كده ازاي بنجيب اكس اوف كي، انت بتعمل تكامل لاكس اوف تي هي الصناعه جي كي اوميجا نوت تي. هنا مفيش سامبلنج، انت بتقعد تاكيميوليت قيم اكس اوف تي كونتينيوسلي باستخدام التكامل مضروبه في هي الصناعه جي كي، ولما تجمع دول مع بعض على 1 سايكل يدي لك اكس اوف كي. يعني انا مش قادر اوصل. اتفضل اتفضل.
يعني انا عشان خاطر اقدر اوصل يا دكتور للشكل الرسمي اللي هو اللاعب بتاعنا اللي هو في التايم دومين، المفروض اقدر اجمع في الخطوط بتاعتي في الفريكونس دومين عشان خاطر اقدر اوصل له، مظبوط؟ بالظبط كده، لازم تجمع من ناقص ما انهاء ما انهاء. يعني لما تبص على المعادله بتاعتنا اهي، المعادله بتاعتنا اهي ان اكس اوف تي هي سمشن على كي من ناقص ما انهاء ما انهاء اكس اوف كي اي اس جي كي اوميجا نوت تي. فانت هنا في الحقيقه لازم تجمع من ناقص ما انهاء لما انهاء، فانت عايز تجمع كل الفريكوانسي ده عشان توصل للشكل بالظبط. اما لو جمعت من ناقص 10 ل 10 وناقص 20 ل 20 فانت بتاخد جزء من السيجنال على امل ان الجزء ده يدي لك الشكل اللي انت عايزه اقرب شكل الحقيقه. اصل احنا اول جراف طلعناه على الماتلاب كان تقريبا شبه السينك اكس، كان طالع وبعد كده عمل لي ما هو سينك. انتوا خدتوا السينك فانكشن على الدكتور وردي؟ اه يا دكتور. ممتاز، حلو قوي. فخليني بقى هنا بدل بلوك بير ستيم اكتب بلوك، انتوا شطار بقى عارفين الحته دي. فهو فعلا الشكل بتاعنا سينك فانكشن، بس هي سينك ديسكريت، يعني هي لما رسمها صح المفروض ارسم ايه؟ ستيم مش بلوت. فانا بس رسمها كبلوت عشان نشوف شكل السينك فانكشن، لكن هي الصح بتاعها يا شباب المفروض ستيم. وخليني كده اخد السايكلز من ناقص 100 مثلا، اخد الكي من ناقص 100 لحد 100 فيطلع ادي شكل السينك فانكشن بتاعتنا. خليني اوقف البلوت التاني دوت بس. وهنا بقى ممكن نقعد نغير في التاو، خليها 0.1 هتلاقي السينك بتاعتنا وسعت شويه بينها وهكذا. ماشي، ايه سؤالك بقى يا باشمهندس؟ هي السينك فانكشن دي ازاي بقت فجأة كأنها طالعة لواحد وتثبت وبعد كده تبقى صفر؟ حلو قوي. السينك فانكشن دي في الفريكوانسي دومين، والسينك فانكشن دي بتعبر عن كل فريكوانسي وزنها قد ايه. لما تجمع الفريكوانسيز بالاوزان بتاعتها اللي هي السينك فانكشن وترجع بيهم التايم دومين يدي لك الريكتانجولار بلس. تاني يبقى خليني اشيل بلوك واكتب ستيم. ستيم هو بيرسم الدنيا ديسكريت. وخليني اقلل الكي، خليها من ناقص 10 ل 10. وخليني اعمل جنب الفيجر ده اعمل جريد. تمام، بص كده معايا بقى لو سمحت. دي شكل السينك فانكشن هو اكس اوف كي، مش كده؟ يبقى قيمة x of 0 اللي هو الـ DC component بكام؟ 4.2 تقريبا بالظبط، بـ 2.10. وقيمة الهارمونيك رقم 1 اللي هي عند أوميجا نود اللي هي دي، مش كده؟ والناقص 1 اللي هي دي. فالسينك فانكشن هنا بتقول لك وزن كل فريكونسي بكام؟ وزن كل فريكونسي بكام؟ يعني إيه؟ يعني خليني كده اخد ال طيب بصوا، هو اللابتوب بتاعي حاليا بينتحر خلاص 20%، فانا استاذنكم الحق اعمل سيف للفايل دوت وهطلع من الميتنج وادخل من اللابتوب تاني يكون مشحون شويه. اوكي يا شباب؟ ماشي يا دكتور، منتظرين حضرتك.
ازيك يا شباب؟ يا ترى سامعيني كده؟ مع حضرتك يا دكتور. اه دكتور. اللابتوب التاني مش مشحون قوي يعني، ف مش هيصمت كتير، فخلينا كده يعني نشوف اللي هيحصل. تمام كده، حضراتكم شايفين عندي الشاشة؟ باشمهندسين شايفين عندي الشاشة يا جماعة؟ واضحة. أيوة. تمام، فاللي احنا رسمينه هنا دوت هو X of K. فسؤال الباشمهندس، ازاي السينك فانكشن دي تحولت الى اكس اوف تي عباره عن ريكتانجلر بالس؟ هي الفكره ببساطه ان المرسوم هنا ده مرسوم مع الفريكوانسي، ده اللي بيحصل عند الدي سي، ده اللي بيحصل عند اوميجا نود، ده اللي بيحصل عند 2 اوميجا نود، ده اللي بيحصل عند ناقص اوميجا نود، وهكذا. فبالتالي لما ناخد x of 0 في e اس جي k اللي هي بصفر اوميجا نوت تي، اجمعها مع x of 1 e اس جي اوميجا نوت تي، اجمعها مع x of 2 e اس جي 2 اوميجا نوت تي لحد ما النهاية، واجمعها مع x of ناقص 1 E اس ناقص جي اوميجا نوت تي، واجمعها مع اكس اوف ناقص 2 E اس ناقص جي 2 اوميجا نوت تي لحد ما هي، لما اجمع كل ده يطلع اكس اوف تي. يعني اكن اكس اوف تي هي كومبوزد من كل الفريكونسيز ديت بالاوزان اللي اسمها السينك فانكشن مجموعين مع بعض. يعني السينك فانكشن هنا بتعبر عن الوزن بتاع كل فريكونسي. يعني اكس اوف 0 هي السامبل دي، والاكس اوف 1 هي السامبل دي، والاكس اوف 2 هي السامبل دي. فهنا السينك بتعبر عن الاوزان بتاعه الفريكوانسز بتاعتك. فلما تجمع الفريكوانسز بالاوزان ديت يطلع الريكتانجلر بالس. لكن لو الاوزان دي اختلفت ما بقتش سينك، بقت حاجه ثانيه، يبقى السيجنال اللي هتطلع في الطريق حاجه ثانيه غير السكوير. هل كده جاوبت سؤالك ولا لسه سؤالك مش واضح يا باشمهندس؟ تمام مهندس، فاهم. انا بس لسه بحاول اتخيل ازاي لما هقوم جايب دول هيتجمعوا مع بعض هيكتبوا لي انها مستقيمه يعني. اه ما هو في الاخر ما انت بتجمع الاي اس جي في الكونستنت دوت. يعني المرسوم هنا ده السينك هي مجرد اكس اوف 0 بس، واكس اوف 1 بس، واكس اوف 2 بس. فانت لما تضرب الاوزان دي في الكورسبوندنج كومبلكس اكسبوننشال وتجمع كلهم من ناقص من نهايه من نهايه يدوك اكس اوف تي. تمام؟ الشكل بتاعنا اللي هو اكس اوف كي، لما عند كي بصفر اللي هو الدي سي يعني حسبنا اكس اوف 0، وده يفضل الابروتش اللي احنا نمشي عليه. لما يبقى عندنا دي سي كومبوننت ولما نعوض في الاكسبريشن تطلع صفر على صفر او منهي على منهي، يفضل نعمل كده. طبعا ممكن نعمل لابيتال زي ما انتوا اقترحتوا،
لكن technically it's not correct لأن دي الفانكشن دي الـ k ده discrete والتفاضل ده يخص الـ continuous يعني أو يعني حتة الـ limits بالذات تخص الـ continuous variables لأن يعني أنت في الـ limits بت approach الـ variable من ناحية اليمين أو الشمال فهو الـ variable k يا صفر يا واحد يا ناقص واحد مفيش أن أنت approach الـ k من ناحية الصفر أو كده فحتة الـ limits دي يمكن تختص أكتر بالـ continuous variable فيفضل احنا نطبق القانون اللي هو اللي فوق ده. بعد كده بدا يحاول يحط الاكسبريشن بتاعنا دوت في شكل السينك فانكشن بما انكم انتوا عارفين السينك فانكشن كويس فخلينا ناخد الاكسبريشن اللي طلع معانا اللي هو الاكسبريشن ده ونحاول نحطه في شكل السينك فانكشن بعد كده الـ expression بتاعنا x of k وخلينا نحاول نحطه في شكل الـ sync function هو في الـ sync function sync x بيساوي كام؟ sin باي x على باي x ممتاز sin باي x على باي x واحنا عايزين نوصل المنظر دوت الى ساين باي اكس على باي اكس وفي الحقيقه هنعمل كده ادي 2 ساين هنحط هنا باي ونقول كي اوميجا نود تي نود على باي فكده انا بقى عندي باي في اكس والاكس بتاعتنا هي الكي اوميجا نود تي نود على باي وتحت انا عندي كي اوميجا نود اللي هي 2 باي هي اوميجا نود في التي على طول ب 2 باي يعني دي كده تساوي 2 باي فادي الاثنين تروح مع الاثنين وادي الباي يبقى كده انا عندي تحت الباي موجوده والكي موجوده يبقى ايه اللي ناقص عشان يبقى عندي ساين باي اكس على باي اكس يبقى انا محتاج تحت اضرب في كام؟ اوميجا نود تي نود على باي فهضرب فوق في اوميجا نود تي نود على باي فبالتالي يبقى المنظر بتاعنا كده في اوميجا نود تي نود على باي وهنا ساين باي في اكس على باي في نفس الاكس اللي هي كي اوميجا نود تي نود على باي فيطلع سينك من غير بقى الباي يبقى كي اوميجا نود تي نود على باي وبالتالي يبقى عندنا اكس اوف كي اتحطت في شكل السينك فانكشن بتاعتنا ثانية بس بعد اذنك باشمهندس ازاي؟ ايه الاخبار عامل ايه؟ ايوه يا شباب طيب فكده احنا حاطين x of k في شكل السينك فانكشن بتاعتنا وطبعا الاوميجا هي 2 باي على t يبقى 2 باي على t في t نود على باي سينك كي اوميجا نود تي نود على باي يعني اوف كي بيساوي اتنين تي نود على تي في سينك كي اوميجا تي نود على باي يبقى ده الشكل النهائي بتاعنا
بتاع x of k لما اتحطت في شكل السينك فانكشن. وبالتالي دلوقتي نقدر بقى نرسمها بسهولة لو حب احنا طبعا ان احنا عارفين بنرسم السينك فانكشن ازاي. نرسمها فانكشن في ال k. هنا هتبقى ديسكريت منها فانكشن في ال k. شكلها عامل كده بتوسليت وبالديكي هي بتوسليت. وزي ما احنا عارفين بقى مع دكتور وجدي سينك صفر كام؟ واحد. يبقى الفانكشن بتاعتنا ديت عند الكي بصفر، السينك دي واحد، يبقى هنا يتفضل لنا كام؟ 2 تي نود على كابيتال تي، مش كده؟ طيب وامتى السينك تساوي صفر؟ يعني لو عايز اشوف الزيرو كروسنج، اماكن الزيرو كروسنج اللي هم ده وده وده، اماكن الزيرو كروسنج دي اجيبها ازاي؟ اسوي الاكس بانتجر غير الصفر، يعني واحد او ناقص واحد اتنين وناقص اتنين كده يعني. بالظبط، يبقى انا عايز كي اوميجا نود تي نود على باي تكون بتساوي بلس ماينس 1 بلس ماينس 2 مش كده، بلس ماينس 3 and so on. يبقى مطلوب طبعا، خليني بس اقول ان اوميجا نود هي 2 باي على تي، يعني اوميجا نود على باي هي 2 على تي مش كده. يبقى اوميجا نود على باي هي 2 على تي، خلينا نشيل الكلام ده كده واكتب المكان يعني مش فاهم. يبقى انا عايز اقول ان الكي تطلع بتساوي زائد ناقص باي على اوميجا نود تي نود في زائد ناقص واحد. وزائد ناقص اثنين وزائد ناقص ثلاثة لحد النهاية. يبقى اول زيرو كروسنج هنا يحصل امتى؟ خليني كده اجيب ده احط ده هنا. فزي ما اتفقنا بقى ان باي على اوميجا نود هي تي على 2، يبقى هنا عندك تي على 2 تي نود في زائد ناقص 1 وزائد ناقص 2 لحد ما ننهي. يبقى اول زيرو كروسنج هنا يحصل فين؟ عند تي على 2 تي نود، وهنا هيبقى 2 تي على 2 تي نود، وهنا 3 تي على 2 تي نود، وهنا ناقص تي على 2 تي نود، وهنا ناقص 2 تي على 2 تي نود، وهكذا. كده احنا عرفنا ان دي اماكن الزيرو كروسنج. ومن هنا تبان حاجه مهمه قوي، البلس بتاعتنا ليها سايكل بكابيتال تي وليها الجزء الهاي بتاعها ب 2 تي نود. فالديوتي سايكل بكام؟ ب 2 تي نود على كابيتال تي. فكل ما الديوتي سايكل تزيد يعني الجزء الهاي مدته تطول، التي على تي 2 تي نود هيحصل لها ايه؟ تقل، مش كده؟ يعني اكن السينك فانكشن تضيق شويه في التايم. يبقى كل ما ال 2 تي نود على تي تزيد، كل ما المكان بتاع الصفر دوت يقرب كده الناحيه دي كده. وبالعكس كل ما ال 2 تي نود على تي تقل، هتلاقي تي على 2 تي نود بتزيد، وتلاقي الزيرو ده يمشي الناحيه الثانيه كده. يعني مكان البلس، مكان الزيرو بتاع السينك بيتغير على حسب شكل السيجنال في التايم دومين عامل ازاي. وبالتالي يبان هنا حاجه مهمه قوي،
كل ما البلس تبقى أضيق في التايم في الفريكوانسي جالها ايه؟ لما توسع بالظبط كده. كل ما الاثنين تي نود تقل يعني كل ما الديوتي سايكل تقل تبقى السيجنال نارو في التايم دومين تلاقي السينك توسع في الفريكوانسي دومين. وكل ما التي نود تزيد يعني البلس في التايم دومين تزيد تلاقي اما مكان الصفر بتاعها يقل في الفريكوانسي دومين. هو تزيد في التايم. نعم يا فندم. دي حاسه دي اللي هو الديوتي سايكل الايه الديوتي سايكل اللي هو بيساوي تي هاي على التي توتال نسبه الهاي تايم هاي على التي توتال مش كده؟ مش عارفه هي جت منين. مش انتوا خدتوا الديفينيشن ده قبل كده اللي هو الديوتي سايكل اللي هو نسبه التايم هاي على التايم توتال البيريود يعني. تمام. خدتوش قبل كده؟ لا ممكن اكون واخدها بس نسيها بس. طيب لا ما افتكرش ان احنا خدتوش قبل كده. طيب ماشي. هو السكوير ويف بوجه عام بتتعرف بحاجه اسمها الديوتي سايكل هي النسبه ما بين التايم اللي بتقعده ريكتانجلر ويف هاي على التوتال سايكل. في المساله بتاعتنا الجزء الهاي هو 2 تي نود والتوتال سايكل كابيتال تي فالديوتي سايكل هو نسبة التايم هاي على التايم توتال ماشي؟ دكتور هو السيجنال تزيد وتقل في التايم ده معناه يعني الجزء الهاي فيها يزيد او يقل في التايم دومين؟ اه يعني تبقى عرض البلس اكبر ولا اصغر. كل ما عرض البلس في التايم دومين يكبر الفريكوانسي عرضها يقل والعكس. هنشوف رسمه كمان شويه توضح الفكره دي. والعلاقه دي دايما حاصله في الفريكوانسي دومين دايما لما التايم دومين يبقى اوسع الفريكوانسي دومين يضيق ولما التايم دومين يضيق الفريكوانسي دومين يبقى اوسع وهكذا. فطلع فعلا x of k هو 2 t نود على t sync k 2 t نود على t فخلاص الشكل اللي احنا وصلنا له. وادي الشكل بتاعنا هنا لما ال t نود على t تساوي ربع هنا هو رسمها لما t نود على t تساوي ربع. يبقى ساعتها ال zero crossing يحصل فين؟ x of k تساوي صفر فين؟ لو رجعنا كده للي احنا استنتجناه هتلاقيها تي على 2 تي نود في بلس ماينس 1 بلس ماينس 2. خليني اخد كده دي اماكن الزيرو كروسنج تبقى اما الكي تساوي الكلام ده اللي يخلي السيجنال بصفر. يبقى لما كي تساوي كام يعني عندنا هنا ال T نود على T بربع مش كده؟ يبقى ال T على T نود بأربعة، أربعة على اتنين يبقى اتنين، يبقى بلس ماينس اتنين، بلس ماينس أربعة، وبلس ماينس ستة، وبلس ماينس تمانية، وهكذا. يبقى دايما الهارمونكس الإيفن كلها ماتت. يبقى هنا ال zero first zero crossing بيحصل لما K بتساوي اتنين. هتلاقي عند كي باتنين بصفر وكي باربعة بصفر وستة وثمانية وعشرة كل الـ even harmonics بصفار يعني all even harmonics بتموت هنا لما T نود على T بتساوي ربع. تمام؟ بمعنى آخر لما الـ duty cycle بتاعتنا دي بتساوي اتنين T نود على T تساوي نص. يبقى لما D بتساوي نص يبقى اقلب الدي واحد على دي بتساوي اتنين يبقى كل الايفن هارمونكس هتموت. يبقى كده قول ايفن هارمونكس مبقاش يبقى نقول كده اتنين اوميجا نود زائد ناقص واربعه اوميجا نود
وستة ميجا نوت بثمانية أوميجا نوت كل ده حيموت. هل الجزئية دي واضحة يا شباب ولا مش واضحة؟ ليه الإيفن هارمونيكس ما بقتش موجودة؟ علشان احنا اثبتنا ان الزيرو كروسنج اللي هو اماكن اكس اوف كي تساوي صفر هيحصل لما كي بتساوي تي على 2 تي نود في بلس ماينس 1 بلس ماينس 2 لحد المعاناه. فاذا كانت تي نود على تي بربع يبقى التي على تي نود بتساوي كام؟ بتساوي 4 مش كده؟ 4 على 2 يعني 2. يبقى لما الكي بتساوي 2 في بلس ماينس 1 او 2 في بلس ماينس 2 أو 2 في بلس ماينس 3 أو 2 بلس ماينس 4 كل دي قيم الكي عندها تبقى اكس اوف كي بصفر مش كده؟ يعني ما فيش امبليتيود للفريكونسي اللي هو ايفن في اي يعني في السنك دي بالذات مش هيبقى عندنا امبليتيود ليه بالظبط كده. لما تي نود على تي تساوي ربع كل الايفن هارمونكس هتموت 2 اوميجا نود 4 اوميجا نود 6 اوميجا نود 8 اوميجا نود بالموجب وبالسالب كله هيموت هيتفضل الاود فقط لان دايما هيجي الزيرو كروسنج بتاع السينك فانكشن عند الكومبوننت دي فيموتها. تمام على تي دي بفرضها من عندي يعني نعم يا فندم التي نود على تي دي بفرضها من عندي لا هي في السؤال لما يجي في الامتحان هتبقى جيفن لكن احنا هنا بنحاول بس نشوف قيم مختلفة يعني كمان شوية خلاها بواحد على 16 يعني هو هنا خلت تي نود على تي واحد على 16 يبقى اماكن الزيرو كروسنج فين دلوقتي لما كي تساوي كام 8 ونضربها في موجب او سالب واحد وكده يعني بالظبط هيبقى لما بتساوي تي على تي نود اللي هي تبقى 16 على 2 تبقى 8 يبقى بلس ماينس 8 وبلس ماينس 16 وبلس ماينس 24 مش كده وهكذا انتجر مالتيبلز من 8 فبالتالي هتلاقي الفيرست زيرو كروسنج بيحصل عند كيب 8 وهتلاقي عند كيب 8 الفانكشن بصفر وهنا عند كيب 16 الفانكشن بصفر وهنا هتلاقيه عند كيب 24 الفانكشن بصفر وهكذا اماكن الزيرو كروسنجز احنا حسبناها وحسب بقى الريشيو تي نود على تي يتحدد ايه مكان الزيرو كروسنج. طيب اسالكم سؤال هنا لما تي نود على تي باربع بربع البلس في التايم دومين عامله ازاي لو ده الكابيتال تي العرض ده كان 2 تي نود مش كده فهنا العرض ده تقريبا نص السايكل فالبلس في التايم دومين عريضه وايد في الفريكوينسي دومين جرى لها ايه السينك فانكشن مضغوطه شويه لكن لما تيجي هنا التي نود على تي بواحد على 16 فلو هي ديت التايم بتاعك هتلاقي حتى الهاي صغير لان النسبه ما بين ده اللي هو الكابيتال تي وده اللي هو 2 تي نود هتبقى 1 على 8 فهنا البلس في التايم دومين ضيقت بقى عرضها نارو لما بقى عرضها نارو السينك جرى لها ايه؟ وسعت شويه اول زيرو بيحصل عند الثمانية بدل ما كان اول زيرو بيحصل عند الاثنين واضحه الفكره؟ شباب معايا ولا تهتوا مني؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك ممتاز الفكره دي واضحه لكل الناس لما البلس في التايم دومين تبقى واسعه السينك في الفريكوانسي دومين تضيق واول زيرو بتاعها يحصل بسرعه يعني هنا لما كانت البلس عرضها في التايم كبير كده اول زيرو هنا حصل عند الاثنين في السينك لكن لما البلس هنا ضيقت في التايم بقى عرضها 1 على 8 من السايكل من وان سايكل الاول زيرو هنا في السينك وسع راح عند ال 8 السينك وسعت شويه هنا 1 على 64 يبقى اماكن الزيرو كروسنج هتبدا عند 32 اول صفر هيحصل هنا عند 32 يبقى هنا البلس في التايم جرى لها ايه بقت ضيقه خالص وبقى العرض بتاع الحته الهاي بالنسبه للعرض بتاع البلس كلها 1 على 32
تمام. فبالتالي البلس ضيقت قوي في التايم، فالفريكوانسي بتاعتها السينك وسعت قوي، وبقى اول صفر بيحصل فين؟ عند ال 32 بدل ما كان بيحصل عند ال 8 من شويه، بدل ما كان بيحصل عند ال 2. فالعلاقه دي علاقه مهمه قوي، وهنشوفها مره ثانيه مع دكتور وجدي في الفوريير ترانسفورم. ان السيجنالز اللي في التايم دومين ليها وايد اكستنت واسعه، يكون في الفريكوانسي دومين ليها نارو باندويث. والسيجنالز اللي في التايم دومين ليها نارو اكستنت ضيقه في التايم، تيجي في الفريكوانسي توسع. هل الفكره دي واضحه يا جماعه؟ ايوه يا دكتور. تمام. فهنا دي مقارنة كده سريعة جنب بعض. يبقى لما كان تي نود على تي بربع، طلع ان الزيرو كروسنجز عند زائد ناقص 2 زائد ناقص 4 زائد ناقص 6. 1 على 16 بقت زائد ناقص 8 16 24 من 1 على 64. فبالتالي كل ما كل هنا البلس بيكامينج مور نارو، الباند ويث عمال يزيد، او مكان الفيرست نال عمال يزيد. طبعا هنا كلمه باند ويث يمكن ما عرفناهاش بشكل فورمال. يعني كلمه باند ويث يوجوالي مقصود بيها هحتاج فريكوانسي قد ايه علشان ابعت السيجنال دي. وكومن كده كومنلي بيقول غالبا ان هناخد من اول صفر لحد الصفر دوت عند الموجب والسالب، وغالبا ده بنعرفه ان هو ده اللي بيسموه نال تو نال باندويث، اللي هو الباندويث من الصفر ده للصفر ده. فهنا النال تو نال باندويث في من ناقص 32 الى 32، لكن هنا النال تو نال باندويث من ناقص 8 ل 8 بس. وهنا النال تو نال باندويث من ناقص 2 ل 2. فاللي نقدر نقوله كده ملاحظة هنا، إن هنا as the time domain pulse gets null أو narrower، كل ما تضيق كل ما null to null bandwidth بيزيد. هل الفكره دي واضحه يا شباب ولا صعبه؟ يعني انا دلوقتي لو محتاج ابعت اشاره في وقت يعني قصير، محتاج ساعتها باند ويدز عالي؟ بالظبط كده، اللي هو لو انت عايز تبعت داتا بريت 10 ميجا بيتس بير سكند، يعني في ال 1 سكند عايز تبعت 10 مليون بت. فالبيت لازم ازود الباند. بالظبط. لكن لو هتبعت الداتا بواحد ميجا بس او ب 10 كيلو بس، فبعت عدد بيتس اقل في 1 سكند، يبقى البيت عرضها كبر، فتعوز باند ويدز اقل. طب دكتور ده معناه ان الباند ويدز بيعبر عن الحموله اللي اقدر اشيلها في الثانيه، ما بيعبرش عن السرعه صح؟ ما هو دي حاجه واحده. لو انت تقدر تشيل مليون بيت في الثانيه، ده اسرع من لما تشيل 1000 بيت في الثانيه. فهمت. تمام. فبالتالي الباندويث مرتبط بالداتا ريت، هتبعت كام بيت في الثانيه. فلو بعت بيتس قليلين في الثانيه، يبقى البيت الواحده عرضها كبير. فلما البيت عرضها كبير يبقى يعني وايد في التايم دومين، تبقى نعرف الفريكونسي اللي هحتاج باندويث قليل. لكن لو انت عايز تبعت مليون بيت في الثانيه، يبقى البيت وقتها بقى صغير قوي، بقت نارو في التايم دومين، يبقى في الفريكونسي دومين يبقى ايه؟ هتبقى وايد جدا. يعني عايز باند ويدث كبير عشان تبعته. يبقى الباند ويدث يزيد لما الداتا ريت تزيد، ولما الداتا ريت تزيد معنى كده ان البيت وقتها بقى اقل. هل الفكره دي واضحه؟ تمام فهمت يا دكتور. كويس، واتمنى كده. اتفضلي يا رب. مش عارفه انت دخلتي في بعض، مش مستوعبه حضرتك بتقول ايه. لا انا مش سامعك، علي صوتك شويه معلش. حضرتك بتقول الباندويث والداتا ريت، ما بقتش عارفه دلوقتي هو انا لما يكون عندي داتا كتيره هحتاج باندويث اكبر ولا لا؟ اه طبعا،
يعني انا دلوقتي علاقته بالتايم، تخيلي ان انا عايز ابعت بداتا ريت واحد كيلو بيتس بير سكند، يعني في الثانيه هبعت 1000 بت. تمام. يبقى دلوقتي ال1 بت عايزه وقت قد ايه؟ 10 اس ناقص 3 سكند، صح كده؟ تمام. كويس. لكن لو انا عندي داتا ريت اخر 1 ميجا بيتس بير سكند، يبقى ال1 بت عايزه وقت قد ايه تقريبا؟ يبقى عايز وقت اقل، 10 اس ناقص 6. تمام. كويس. لما البلس تبقى في التايم دومين واسعه، يعني ال10 اس ناقص 3 دي واسعه كومبيرد ل10 اس ناقص 6، فلما تبقى البلس بتاعتنا وايد يبقى الباند ويدث بتاعها كبير ولا صغير؟ وايد، يبقى الباند ويدث بتاعها صغير. بالظبط. لكن لو البيت بتاعتنا بقت نارو، كل ما البلس جيتس نارور الباند ويدث يجرى ايه؟ يزيد، صح كده؟ اوكي. عشان انا لما يكون عندي، لما يكون التايم صغير هكون اقدر ابعتهم ورا بعض اكتر، صح كده؟ بالظبط كده. يبقى لما السيمبل الواحد ياخد وقت قليل انا هحتاج باندويتس كبير. اوكي. وبالتالي لما يبقى السيمبل الواحد وقته قصير هقدر ابعت سيمبلز كتير في 1 سكند. تمام. طب ايه علاقة ده بقى بالكي واللي هي بيكون اللي هي بتي على تي نوت، تي نوت اوفر تي، يعني ايه علاقة ده بالتي نوت اوفر تي؟ يعني تخيل ان انت الكابيتال تي دي هي 1 سايكل، والتي نوت بتعبر البيت وقتها قد ايه، يعني التي نوت دي اكنها بتعبر الحته الهاي ال1 طول قد ايه. فاكن التي نود كل ما تقل اكنك ال1 بتاعك بقى عرضه قليل، البيت بتاعتك بقى عرضها قليل. يعني هنا لما كانت بربع كان الوضع عامل كده، هنا الوضع بقى عامل كده، بقى خدت وقت تحت بقى وضع اصغر خالص، فبقى اكن ال1 بيت بتاخد وقت اقل، هنا وقت اكبر. تمام. بس هو في حاجه تانية، هو ازاي بنقول ان هي تاخد وقت اقل مع ان انا الكيب تتشفت؟ يعني انا بقول مثلا ان انا هيبقى عندي الزيرو وعند الكيب 8، وفوق لما كانت التي نوت اوفر تي ربع قلنا ان الكي هتاخد زيرو عند الكيب 2. تمام. ده اللي هو الباند اكتر. ده الباندويث. لا ده كده، ده انت بتتكلم عليه ده فريكوينسي دومين، يعني ده كده ده x of k وده الفريكوينسي مش التايم. فلما البلس في التايم كانت نارو في الفريكوينسي احتاجت باندويث كبير، لان النال بتاعي بعد، الصفر بتاعي بعد بقى عند 32، يعني الفريكوانسي عكس التايم اصلا كده. ايوه اشكرك. يبقى الفريكوانسي عكس التايم، لو التايم بقى ضيق قوي يبقى الفريكوانسي توسع، ولو التايم وسع قوي الفريكوانسي تضيق قوي. هل الفكره دي واضحه يا شباب للكل؟ دكتور طب هو دلوقتي لما انا قللت التايم بتاع البلس الواحده، ده معناه ان انا اقدر ازود بلسز، يعني اقدر ادخل بيتس زياده مثلا، ولا هشوفها زي ما هي؟ انا ينفع ادخل بيتس زياده وهيبقى نفس البريودك تايم. ما هو هنا بقى حته البريودك تايم ديت هتختفي، يعني انت مع دكتور وجدي ان شاء الله هتتعلم الفوريير ترانسفورم لما تكون السيجنالز مش بريودك، وساعتها هينفع تحط بقى 1 وناقص 1 اللي هو 1 و0 جنب بعض وتشوف الدنيا عامله ازاي، وساعتها يطلع السبيكترم كونتينوس مش ديسكريت. يعني احنا هنا سبيشال كيس ان احنا مفترضين ان السيجنال اكس اوف تي بتتكرر بريودك، لكن في حقيقه الامر الداتا اللي انت بتطلع من عندك من الكمبيوتر مش بريودك ولا حاجه، مش كده؟ ديسكريت. الداتا اللي طالعه من عندك على الكمبيوتر هي بتطلع في شكل بالسز كونتينوس في التايم ومش بريودك، لان انت ما بتقولش نفس الكلام كل شويه بنفس التكرار، هو في الاخر داتا راندوم
طيب التعامل معها هيبقى احسن شويه بالفورير ترانسفورم او تولز اخرى. لكن اللي احنا بنتعلمه دلوقتي او مع دكتور راجل في الفورير ترانسفورم بيدينا بس فكره ان لما تشوف ريكتانجلر بالس في التايم دومين يبقى في الفريكوانسي دومين سينك. لو ريكتانجلر بالس في التايم دومين دي ضيقه في التايم يبقى السينك واسعه، يعني عايز باند ويدث كبير. لو ريكتانجلر بالس اللي في التايم واسعه يبقى السينك بقى ضيقه، يعني عايز باند ويدث قليل. وكان ماب الفكره دي بقى على الداتا اللي طالعه لك على الكمبيوتر. لو انت مطلع داتا من الكمبيوتر واحد وناقص واحد وواحد وناقص واحد بداتا ريت عالي قوي، يبقى البالسز عرضها صغير، يبقى هتعوز باند ويدث كبير. وبالعكس لو انت باعت داتا بريت بطيئه يبقى انت هتعوز باند ويدث قليل. طب يا دكتور ساعتها هو كميه الداتا اني كيرف اللي هيحددها الفريكونسي ولا اني؟ كمية الداتا مرتبطة هتبعت كام بيت في الثانية، وده بيترجم بالفوريير إلى باندويتس مكان النال بتاعك فين، والاتنين مرتبطين ببعض. من زي ما انت شايف العرض بتاع السينك أو مكان الصفر بتاع السينك مرتبط بعرض البالس اللي في التايم، مش كده؟ يعني الجدول ده بيقول لما عرض البالس في التايم بيتغير مكان الصفر بيتغير، فالنال تو نال باندويتس بيتغير. تمام، وده على اساسه بحدد كميه الداتا وفي نفس الوقت السرعه. بالظبط كده. تمام، شكرا يا دكتور. شكرا يا باشمهندس. اي اسئله يا شباب؟ وانا لو تخيلت انها فضلت تصغر 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 لحد ما بقت حاجه شبه الامبلس كده، دي اصلا انا مش هعرف ابعتها لان انا هحتاج باندويتس كبيره قوي، صح؟ بالظبط كده. ولما ناخد مع دكتور وجدي ان شاء الله في الفوريير ترانسفورم هتتعلمه فعلا ان الفورير ترانسفورم بتاع الامبلس هو حاجه ثابته على كل الفريكوينسيز، لكنها سينك وفرضناها بقت خط مستقيم كده. يعني انت لو تخيلت فعلا قعدنا نضيق لانها مش هتقطع الصفر خالص، يعني هتبقى دي سي، يعني لكنها دي سي. بالظبط كده، ده اللي هتثبته مع دكتور وجدي، ان الفورير ترانسفورم بتاع الامبلس هيطلع كونستنت في الفريكوينسي دومين، وبالتالي هي فعلا سبيشال كيس. ما احنا بنقول دلوقتي لو خلينا عرض البالس في التايم يروح للصفر هتلاقي مكان النال بتاع السينك بيروح في النهايه، والسينك بتتفرد تبقى كانها كونستنت او دي سي على كل الفريكوينسي. لا هتشوفوه فعلا مع دكتور ابني في لما تاخده في ترانسفورم. فالفكرة دلوقتي بقى ان كل ما تي نود على تي decreases يعني عرض البلس في التايم يقل، الانرجي within one cycle is concentrated over a narrow time interval، يعني بقى السيجنال في التايم دومين narrow، لكن الانرجي في الفريكوانسي دومين جرالها ايه؟ يبقى ليها broad frequency spectrum. يبقى هنا بس انا عايز اركز على النقطة دي، لما السيجنال في التايم دومين بقى ليها narrow time interval الفريكوانسي دومين بقى ايه؟ بقى ليه broad frequency interval. مهم قوي نربط الحاجتين نبقوا بعض لان الاتنين كده عكس بعض. لما الفريكوانسي دومين يبقى broad واسع يبقى التايم دومين narrow، والعكس لو التايم دومين بقى broad او wide يبقى الفريكوانسي دومين بقى هو اللي narrow، فالاتنين عكس بعض. هل يا ترى الفكره دي واضحه يا شباب؟ والانرجي مقصود بيها ايه هنا؟ المقصود بيها الحته اللي هي نون زيرو، يعني انت دلوقتي لما السيجنال بقت نارو في التايم بقى الانرجي اكنها كلها كونسنتريتد في الحته اللي هي من ناقص تي نود لحد تي نود، زي الامبلس كده كل الانرجي اللي فيها كونسنتريتد في اللحظه اللي اسمها صفر بس. قبل كده بصفر وبعد كده بصفر، صح؟ يعني انت الامبلس لما شرحناها الفانكشن قيمتها بصفر من ناقص ما ينهاها لحد قبل بيفور التايم بزيرو، مش كده؟ قيمتها بصفر من جاست افتر زيرو ما ينهاها، فكل الاجزاء دي ما فيهاش انرجي، وكل الانرجي اللي في السيجنال كونسنتريتد في اللحظه دي اللي بتساوي صفر، مش كده؟ ايوه. طب بالنسبه للسينك هي قصدنا بقى على الحته دي، لا بنتكلم هنا على الريكتانجلر بالز. يعني انا لو عندي هنا ريكتانجلر بالز ده بصفر وده بصفر وده بواحد، فالانرجي كونسنتريتد فين هنا؟ في الحته اللي في النص دي بس.
فهنا تبقى الانرجي كونسنتريتد اوفر ان ار انترفال اوف تايم اللي هي مقصود بيها الحته دي. هتلاقي هنا الفريكوانسي موجوده، هتلاقي هنا الانرجي بتاعت الفريكوانسي دي موجوده في باند اوسع شويه دي اوميجا. ولو رسمنا السينك فانكشن هتلاقي معظم الانرجي اللي هي الحته الكبيره ديت موجوده في باند واسع، مش كده؟ ايوه. بكره ببساطه يا شباب لما تبقى السيجنال في التايم دومين نارو، لما تبقى السيجنال في التايم دومين نارو تبقى في الفريكونس دومين واسع بعيد والعكس. هل الكلام ده واضح يا شباب؟ ايه يا دكتور. دي السينك فانكشن بقى انتوا عارفينها كويس خلاص، فانا هفوت الجزء دوت. والزيرو كروسنج بيحصل لما اكس تساوي انتجر، فبرضه انتوا عارفين الكلام ده كويس. فانتوا خلاص السينك فانكشن دي انتوا عارفينها، مش هقول فيها حاجه. انتوا خدتوها بالتفصيل مع دكتور رجدي مش كده؟ دكتور هو كان في حاجه كانت مكتوبه اسمها سايد لوبس او حاجه ايه دي؟ ان السينك فانكشن بتاعتك لما تيجي ترسمها شكلها عامل كده. اللي في النص دي يسموها المين لوب، ودول اللي هم الصغيرين دول كلهم يسموهم السايد لوبس، وكذلك الناحية التانية دول اللي هم الصغيرين دول اسمهم سايد لوبس. فالمين لوب اللي هي ما بين اكس بواحد وناقص واحد اللي هو الفيرست نال يمين وشمال، يعني لو دي سينك اكس فما بين اكس بناقص واحد وزائد واحد دي اسمها المين لوب. أما الـ smaller ripples outside the main loop يسموها الـ side loops. تمام يا دكتور. طب هو الـ textbook ده اللي هو أنهي كتاب؟ لحسن الكتاب اللي بتاع دكتور وجدي 116 صفحة بس. إيه الكتاب بتاع الدكتور وجدي؟ أصل ده الكتاب اللي كان لازم من البداية. إحنا الكتاب اللي إحنا شغالين منه اسمه Signals and Systems. المرجع يعني حضرتك تقصد يا دكتور؟ المرجع التكست بوك. المؤلف بتاعه اسمه سايمون هايكن. فانت تدور على الانترنت على هايكن سيجنالز اند سيستمز. ده التكست بوك المرجع اللي احنا شغالين منه. كل المسائل بتاعتي من هناك، ولما بقول لك بص على الكتاب صفحة كذا انا بقول لك بص على التكست بوك اللي هو هايكن. تمام؟ تمام يا دكتور. طيب انا هوقف كده النهارده، انا كان نفسي اخلص الشابتر النهارده عشان المره الجايه تشتغلوا مع الدكتور وجدي الشابتر الجديد، لكن معلش الواحد كده هيتقابل ان شاء الله الحد القادم نخلص شابتر الفورير سيريز، وبعد كده نبدا مع دكتور وجدي الشابتر الجديد. اي اسئله يا شباب؟ دكتور معلش هو اخر حاجه، وحضرتك كنت قلت ان الدكتور وجدي يشرح لنا الحاله بتاعت الديسكريت يعتبر اللي هي المفروض اللي احنا بنطبقها عمليا يعتبر جهاز الكمبيوتر، مظبوط؟ يعني ايه حاله الديسكريت؟ انا اقصد اللي هو يعني كانت بتطلع مش كونتينوس، حضرتك قلت لي هي بتطلع مش كونتينوس ان تايم، فدي ساعتها يعتبر كده كانها زي الكمبيوتر. بص الداتا اللي طالعه من الكمبيوتر يعني هي داتا ديسكريت وكل حاجه، لكن لما بتيجي تتباعت على كوميونيكيشن شانل لازم بيتعمل لها حاجه اسمها بالس شيبنج، يعني بنلاقي فيه بالس كونتينوس في التايم بنديها قيم واحد وناقص واحد او ديسكريت امبليتيودز او ديسكريت فيزز او ديسكريت فريكونسي حسب نوع الموديوليشن، وده اللي بيحدد لنا هتمشي ازاي وهتعمل ايه. فهي داتا على الكمبيوتر ديسكريت تمام، لكن عشان تتبعت على الواي فاي او على كابل الايثرنت او تمشي على الانترنت ساعات بيتعمل لها موديوليشن بشكل مختلف، تتحط بشكل انالوج سيجنال. طب ده معناه ان الجزئيه اللي هي لسه قدامنا هناخدها واللي هي المفروض بتبقى كانها ديسكريت ونحاول نحولها انها تبقى شبيهه كانها كونتينوس
دي لسه هناخدها قدام مع دكتور واجري مظبوط. احنا لسه هنتعلم كذا حاجه يعني، احنا حتى الان بس اتعلمنا لما تبقى السيجنال في التايم كونتينوس وبريودك. مع دكتور واجري هنتعلم لما تكون السيجنال كونتينوس ونون بريودك اور فوريير ترانسفورم. بعد كده هنتقابل انا وانتو تاني نتكلم على لما تكون السيجنال ديسكريت وبريودك اللي هو الديسكريت تايم فوريير سيريز. وبعد كده مع الدكتور واجري تتكلموا معايا مره اخرى على الديسكريت تايم فوريير ترانسفورم لما تبقى السيجنال ديسكريت ونون بريودك. انا كنت بس اسال يعني اللي احنا اخدناه حاليا يعتبر يعبر عن ايه في الحياه، يعني ايه اللي ممكن في الحياه اقدر اقول فيه ان احنا نقدر نطبق عليه اللي احنا اخدناه ده؟ حاجات كتير يعني. هم اخذوا الكلام دوت وقال لك اخترعوا نظام اسمه الاو اف دي ام سيجنال فريكوينسي ديفيجن مالتيبلكسنج. ده نظام بتاع موديوليشن بيستخدم في الواي فاي في الدي اس ال، مستخدم في الفور جي، مستخدم حتى في الفايف جي بتاع الموبايل، مبني على فكرة الأورثوغونال بيزس فانكشنز اللي هم الكومبلكس اكسبوننشنز، وإن احنا بنحمل داتا عليهم وبجمعهم مع بعض وابعتهم في الهواء واجي في الريسيفر هقدر افصلهم عن بعض بسبب الأورثوغوناليتي. فبدل ما اقول إن ساعتها انا عندي سيجنال فيها انفاينايت نمبر اوف فريكونسيز، لا هم بيقولوا احنا هناخد 10 فريكونسي 5 فريكونسي ويبدأ يحط الداتا على الفريكوينسيز دي ويجمعهم. يعني هو بيخلق سيجنال اكس اوف تي عشان تشيل داتا معينه ويجمعهم مع بعض ويبعتهم. فبتلاقي القوانين اللي بتحكم الموضوع ده شبه الفورير سيريس اللي احنا عملناه. تمام، شكرا يا دكتور. شكرا يا باشمهندس. اي اسئله يا شباب؟ طيب معلش على الكهرباء اللي قطع الدقيقة واخرتكم شوية، ذاكروا كويس. ان شاء الله الاسبوع القادم نحاول نخلص Fourier Receivers، والحد اللي بعد كده تخشوا مع دكتور والد الشابتر الجديد ان شاء الله. اي اسئلة؟ تمام ماشي، نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم. مع السلامة.